السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في ورشة جديدة من ورش إيمرج أفريقيا بالعربي. أنا يشرفني إن أنا أكون موجود معاكم دكتور محمد عبد الهادي، ممثل إيمرج أفريقيا في الوطن العربي، ومعانا النهاردة دكتورة متميزة جدا في مجال تكنولوجيا التعليم، هي الدكتورة يارا أحمد محب. الدكتورة يارا بالنسبة معلومات بسيطة عنها، هي أستاذ مساعد في مجال تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة الملك فيصل بالسعودية، وتعمل في مجال التربية النوعية بجامعة عين شمس، وكذلك فهي مدرب معتمد بمركز التعليم الإلكتروني بجامعة عين شمس. نتشرف النهاردة بوجود الدكتورة يارا معانا، بأن هي هتتكلم معانا في مجال تطبيقي عملي، وهو مجال تطبيق تكنولوجيا استوديو الخيال المرئي في العمليات التعليمية. اهلا بيكم ومرحبا، وبكرر شكري ليكم على وجودكم معانا، ويا رب ان شاء الله تكون ورشه مفيده. وبكرر شكر جدا للدكتوره يارا على موافقتها ان هي تكون موجوده معانا ومتطوعه بوقتها، واحنا كلنا قررنا ان احنا نتعلم. شكرا لك يا دكتور يارا، والمايك مع حضرتك. طيب، اولا انا بشكر حضرتك وبشكر كل اللي حاضرين، وان شاء الله يا رب تكون يعني ورشه العمل بتاعتنا النهارده مفيده. هو موضوع جديد لكن بالنسبة لنا احنا باللغة العربية، يعني هو جديد لكنه موجود في العالم كله وحوالينا وكلنا بنشوفه. فاسمحوا لي بقى كده ادخل في الموضوع على طول. طبعا انا يعني هي ورشة عمل لطيفة كده، فاحنا ايه هنتكلم بطريقة بسيطة جدا. اولا احب اعرف حضراتكم ان استوديو الخيال المرئي هو ده مسمى بتاعه باللغة العربية، لكننا بنشوفه حوالينا في حاجات كتير. يعني مثلا بنشوفه في نشرات الاخبار، كلنا بنشوف في قناه السي ان ان شفنا الانتخابات الامريكيه. طبعا هي ممكن تكون الصور الموجوده مش كلها حديثه، لكن هي كانت امثله يعني موجوده في نشرات الاخبار في القنوات المختلفه. مثلا بنشوف فيها ان في حاجه جرافيك بتظهر لنا قدام المذيع، مذيع موجود لايف وبيظهر لنا في بيئة افتراضية فين؟ في التلفزيون. يعني أنا بتكلم على إنتاج في الفيديو، في إنتاج تلفزيوني. لو لاحظنا هنا هنلاقي إن مثلاً بتظهر سوري النسبة ما بين المرشحين، النسبة بتاعت المرشح ده قد كذا، النسبة دي قد كذا، كل ده جرافيك. هنا مثلا يقدروا ان هم يتكلموا مع بعض، بجيب الشخص ده ايا كان بقى، عالم، شخصيه سياسيه، معلم، ايا كان موضوعه مكانه، اقدر اجيبه واخليه يتكلم مع ناس موجودين في مكان تاني خالص، مش كلهم موجودين مع بعض في نفس المكان. مش بس كده، ده كمان ممكن يكون في حاجه احصائيه، بكلم على نسبه النفط في العالم، نسبه حاجة فيها إحصاء، فبيظهر لي النسبة الإحصائية قدامي في شاشة التلفزيون. المذيع بيكون موجود لايف وبيظهر قدامه الجرافيك، وأنا بشوف الاثنين أونلاين، سوري أون تايم، لايف قدامي في التلفزيون في نفس الوقت. طيب، حتى كمان ممكن إننا نشوف في قناة الأخبار لا قدر الله إذا كان في حاجة طبيعية حصلت، زلزال، بركان، طيارة وقعت لا قدر الله، حروب، أي كان اللي بيحصل، الأخبار اللي بتحصل حوالينا في العالم، عاصفة، فيضانات، أي كان بيظهر قدامي في شاشة التلفزيون فيديو لايف. طيب انا عايزه بس حضراتكم وانتوا كده بتتفرجوا معايا على الصور، عايزاكم تشوفوا وتلاحظوا ايه المشترك ما بين الصور كلها. لو بصينا كده وشفنا المشترك ما بين الصور اللي موجوده في قنوات الاخبار، هلاقي ان في حد لايف، حاجه لايف، ممكن يكون انسان، ممكن يكون مكان جزء منه لايف، و جرافيك، وفي حاجه جرافيك، في صور جرافيك. ملاحظين معايا؟ واخدين بالكم من الموضوع ده؟ هلاقي فيه شخصية حقيقية، الإنسان أو جزء من مبنى أو جزء من شارع أو جزء من مدينة، حاجة لايف حقيقية فعلا، والباقي كله جرافيك. ده لما بشوف الفيرتشوال استوديو في النيوز في الأخبار.
طيب هو انا بس بشوفه في الاخبار؟ لا ده انا كمان دلوقتي بقى موجود عندي في الفيرتشوال استوديو، موجود في السبورتس في القنوات الرياضيه. طب انا معلش انا مش عارفه الحق على ان انا اقرا الشات ولا اقبل الادمت ولا اتكلم، فانا يعني معلش اسمحوا لي انا هخلي الشات في الاخر. ايوه دكتور اتفضل. الادمت بتاعتي انا والشات لو فيها اي معلومات اضافيه يا ريت كل اللي موجودين في الشات محدش يبعت برايفت مسج للدكتوره، يبعت لي انا مباشره. يا ريت علشان بس اعرف الاحق يعني. اوكي عشان كلنا نستفيد. حضرتك معاكي البرزنتيشن وانا معاكي فاسيليتيتور ومعاكي موجود معاكي في الورشه ان شاء الله. طيب شكرا لحضرتك. حابب يسال هنحدد وقت معين للسؤال وكل هيرفع ايديه وهنقوم عاملين الحته دي. امال الادمت والحاجات دي كلها حضرتك في البرزنتيشن وبس مش حته. تمام شكرا لك يا دكتور يعني. شكرا لحضرتك. شكرا لك. لا لا ابدا تحت امرك. شكرا لك. طيب اذا احنا كنا بنتكلم عن الفيرتشوال استوديو، واسمحوا لي ان انا هفضل طول الورشه العمل هفضل اقول واسميه الفيرتشوال استوديو، وهقول لكم بعد شويه ليه. انا عايزاكم وانتم بتبصوا معايا على الصور تلاحظوا ايه العناصر المشتركه ما بين الصور، وهتلاقوا زي ما قلت لكم كده عايزاكم تبصوا على الشخصيات الحقيقيه، او اذا كان في اماكن حقيقيه جزء منها حقيقي وفي حاجه افتراضيه هنشوفها بالتفصيل مع بعض. لكن الفيرتشوال استوديو كمان بنشوفه في القنوات الرياضيه لما بيكون في ماتش كوره، يجيب المعلق معاه المحللين الرياضيين كلهم موجودين مع بعض في استوديو. على فكره مش شرط ابدا ان يكونوا كلهم موجودين في نفس المكان فعلا حقيقي، يعني لا ممكن يكون كل واحد منهم في مكان لكن احنا شفناهم مع بعض في نفس المكان. ازاي هنشوف بعد شوية. يبتدي يعرف التشكيل، فيبتدي التشكيل الرياضي بتاع الماتش، فيبتدي يجيب التوزيع بتاع اللعيبة، مين هيقف قدام مين هيقف ورا مين هيبقى موجود فين، وبيجيب فعلا شكل اللاعب قدامي حقيقي كأنه موجود معايا في الاستوديو، كأنه إنه هو فعلا في الحقيقة هو مش موجود. لكن هنشوف بعد شوية إيه إزاي جه. مثلا لو بصينا على الصورة دي هلاقي إن المذيع هنا في الاستوديو في هنا سباق درجات، فالمتسابق بيكون موجود معاه جوه الاستوديو بالدرجة بتاعته، يعني منطقيا كده ما تنفعش لكننا فيرتشوال بنعملها. كل ده فين؟ على شاشة التلفزيون. فخلوا بالكم معايا من ده. مش بس كده، كلنا أكيد بنتفرج على ذا فويس او في البرامج اللي زي كده، يعني اللي هي البرامج الترفيهيه، بلاقي ان المذيعين او المقدمين البرامج موجودين في بيئه افتراضيه انا ما بلاحظهاش، لكن انا بشوف في النهايه على شاشه التلفزيون ان المقدمين والجمهور كلهم موجودين في استوديو رائع جدا هايل. لو كلف إنتاجه ماديا هيكلف كتير جدا، لكنه في الحقيقة يكلف كتير برضو لكن مش بنفس تنفيذه في الحقيقة، ولا الهدر اللي هيبقى موجود. يعني مش عايز أسبق الأحداث لكن عايزكوا بس معايا في النقطة دي نعرف إن الفيرتشوال استوديو كمان موجود في البرامج الترفيهية، اللي هو ايه؟ اللي هو عايزاكم تبصوا معايا على الشخصيات الحقيقيه. ولو هنا بصيتوا معايا في الصوره دي هتلاقوا شايفين الجمهور لونه ايه؟ ازرق شويه، في هنا زرق ازرق لون ازرق هنا، هقول لكم بعد شويه اللون الازرق ده جاي منين. طبعا هو ما حدش بيلاحظ التفاصيل دي الا اللي بيبقى واخد باله من طريقه الانتاج، وهنتكلم عنها بعد شويه، مش بعد شويه مش كتير يعني. طيب اتكلمنا على ان الفيرتشوال استوديو موجود في النيوز، في النشرات الاخباريه، موجود في البرامج الترفيهيه، موجود في البرامج الرياضيه، موجود في السينما وكلنا بنشوفه بشكل كبير جدا. ازاي افلام ديزني اللي اتحولت على في السينما زي سنو وايت، زي اللينكينج، زي والت ديزني، افلام والت ديزني كلها اللي اتحولت سينما استخدمت الفيرتشوال استوديو. طب انا عرفت ازاي؟ ببساطه جدا ان في بني ادمين او في اماكن حقيقيه معاها حاجه افتراضيه وموجودين الاثنين قدام شاشه التلفزيون او شاشه السينما او تلفزيون 3D، فيها حاجه تقنيه 3D على التلفزيون.
معلش يا دكتور ممكن تقفل الاصوات لو سمحت؟ والله اتصلت والله جايبه على يا جماعه انا بقفل المايك كل شويه في حد بيفتح الصوت، يعني انا كل ما اقفله حد يفتحه، يعني يا ريت اللي معاه اطفال او حاجه زي كده يخلي الصوت مقفول. شكرا لحضرتك يا دكتور يارا، انا اسف على المقاطعه بس يعني لا بنتحط امر، هنلتزم بنظام معين زي ما احنا عارفين كل مره ان حدش بيفتح المايك خالص الا بالاستئذان او بيرفع ايده او بيكتب رساله في المسج في الشات. شكرا لكم. مايك مع حضرتك دكتور يارا، ومعلش بكرر عذر تاني مره ان انا لا ابدا ولا يهمك. طيب يلا نكمل مع بعض ونتفق مع بعض اننا بنشوف الفيرتشوال استوديو موجود، هو فعلا موجود في حياتنا وخلاص بقى موجود في حياتنا فعلا بشكل رئيسي، زي مثلا ما كلنا بنتفرج على الافلام الاجنبيه وبنشوف فيها المؤثرات البصريه والخدعه السينمائيه زي افاتار، زي افلام ديزني اللي كنت بتكلم عنها دلوقتي، وازاي ان الاسد والحيوانات بشكل عام ازاي بيخلي الحيوانات تتحرك وتتكلم وتغني وترقص وتتخانق مع بعضها، ازاي بيقدر يسيطر على شكل الحيوانات بالشكل ده هنعرف حالا، ازاي بيعمل شخصيات زي افاتار وهي شخصيات استخدم فيها طبعا المكياج والخدع البصريه بشكل كبير، لكن هم في الحقيقه هم بني ادمين عاديين جدا، هنشوف دلوقتي برضو مع بعض. فيلم تايتانيك اللي يعني جه في فتره من الفترات كانت ايراداته في العالم كلها رهيبه شديده جدا، عدت مبالغ كبيره، كلها هتصدموا لو قلت لكم انه اتصور في مكان صغير جدا طبعا بالنسبه للبحر والمحيطات، ومفيش اساسا مركبه، مش موجوده اساسا. هوريكم بعد شويه الخدعه اللي اتعملت فيه. طب هو بس في السينما وفي النيوز وفي السبورتس؟ لا، كمان موجود في الإدوكيشن. صحيح هو يعني لسه ما وصلش عندنا قوي في الدول العربية بشكل عام، لكنه موجود في العالم. طيب يعني الحقيقة أن أثناء دراستي للموضوع عايز أقول لكم أن الصين من هي واحدة من أكبر الدول اللي بتستخدم الفيرتشوال استوديو في التعليم، مش بس في التعليم، الحقيقة هم بيستخدموه دايماً، لكنه في التعليم عندهم بشكل كبير وجميل جداً وكل يوم بيتطور. ازاي يعني عندنا مثلا معلم يبقى واقف بيتكلم وجنبه بيشرح درس عن المحيطات والاسماك، يتعامل مع الاسماك ويخلي السمك يلف حواليه، وممكن يكلمه وممكن يخليه يقول معلومات عن المحيطات والبيئه اللي بيعيش فيها. ممكن فين؟ في التلفزيون. طيب ممكن المعلم يعمل ايه كمان؟ مش لازم يكون موجود في استوديو على فكره، هو ممكن يكون موجود في الفضاء. مش لازم يكون المعلم، ممكن يكون طفل صغير بيشرح للأطفال، ممكن يكون المعلم موجود في استوديو والكواكب والجالاكسي كلها موجودة معاه في الاستوديو ويبتدي يشرح عليهم. طيب أنا عمالة بقول لكم الفيرتشوال استوديو موجود طبعاً في الكيمياء، في حاجات كتيرة جداً هنشوف منها أمثلة دلوقتي، لكن أنا عمالة بكلمكم على إن الفيرتشوال استوديو هو موجود في النيوز، السبورت، الإدوكيشن. طيب هو موجود صور؟ لا هو مش موجود صور، أنا هو ده فيديو، أنا مش بتكلم على إنه هو صور، ده فيديو بيتحرك معمول بتقنية التصوير الفيديو. إزاي؟ في اختلافات هنعرفها، لكن في النهاية هو بيتسجل وبيتصور على وبنشوفه في التلفزيون. هو لازم يكون مسجل؟ لا مش لازم يكون مسجل، هو اساس الفيرتشوال استوديو انه بيكون اون تايم، بيكون لايف. طيب ايه انواعه وايه تعريفاته والحاجات دي هنعرفها بعد شويه، بس حبيت نشوف مع بعض الصور. قبل ما نتنقل لاي نقطه انا عايزاكم تبصوا معايا كده على الصور وتعالوا نشوف المشترك ما بينهم. لاحظوا معايا ايه اللي موجود المشترك ما بين كل الصور. في شخصيات حقيقيه اهي، بني ادمين موجودين في بيئه افتراضيه في الجرافيك، يعني عندي شخصيه حقيقيه، مش لازم تكون شخصيه، ممكن يكون جزء من مدينه، من شارع، من حاجه حقيقيه، في من مبنى، حاجه حقيقيه، المهم ان يكون في شيء حقيقي.
معاه شيء افتراضي، ممكن تكون شخصية كرتونية، ممكن تكون 2D، ممكن تكون 3D، أيا كان نوع الحاجة الافتراضية اللي هتكون موجودة، الشخصية الافتراضية اللي هتكون موجودة معايا. في ديكورات، والديكورات دي مهمة جدا في الاستوديو الافتراضي، سوري الفيرتشوال استوديو أو استوديو الخيال المرئي أو الاستوديو التخيلي، هنتكلم دلوقتي هنتكلم عنها. في كمان خلفيات، الخلفية دي ممكن تكون 2D أو ممكن تكون 3D، يعني في عندي foreground وفي عندي background. ده اللي مشترك ما بين كل الصور اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي. ده بالضبط اللي كنت بقوله، في شخصية حقيقية، في شخصية غير حقيقية 2D أو 3D، في خلفيات 2D أو 3D، في ديكورات، في اكسسوارات. ده المشترك والأساسي عندي في الفيرتشوال استوديو. طيب هو اسمه ايه بقى؟ يعني هو اسمه ايه؟ انا عماله مره اقول فيرتشوال استوديو، ومره اقول استوديو تخيلي، مره اقول ان هو استوديو خيال مرئي. ايا كان هو اسمه، لو عايزين ندور عليه اسمه فيرتشوال استوديو. طيب امال ايه الاستوديو التخيلي ده؟ ده الترجمه اللي اترجم باللغه العربيه ازاي؟ ففي ناس ترجمته بالاستوديو التخيلي، في ناس ترجمته بانه الخيال المرئي. الحقيقه يعني انا سميته في الدكتوراه بتاعتي الاستوديو الافتراضي عشان يكون اقرب للمجال بتاعنا، لكنه في النهايه هو فيرتشوال استوديو، وخلينا نسميه بمسماه الصحيح الفيرتشوال استوديو. لكن في حاجه مهمه جدا، خلي بالكم لو بتدوروا عن الفيرتشوال استوديو في الانترنت هيظهر لكم معي في حاجه اسمها فيجوال استوديو. الفيجوال استوديو ده برنامج برمجه ملناش دعوه بيه خالص، ده ملهوش اي علاقه بالفيرتشوال استوديو. لا خلينا نكتبه صح ونخلي بالنا واحنا بنقرا، لانه هو السيرش بيلخبط ما بين الفيرتشوال والفيجوال، خلونا ايه ناخد بالنا واحنا بندور. المهم خلينا متفقين ان التقنيه بتاعتنا اللي بنتكلم عنها النهارده اسمها الفيرتشوال استوديو، برغم مسمياته الكتيرة إلا إنه هو عبارة عن استوديو بيتيح إمكانية المزج بين العناصر الحقيقية والعناصر الافتراضية اللي بيتم بثها من خلال برامج تلفزيونية على الهواء مباشرة أو بتكون مسجلة. طب هو إيه الأساس في الفيرتشوال استوديو؟ إنه بيكون لايف، يعني بنتكلم دلوقتي أنا بتكلم من السعودية مثلا، دكتور محمد في مصر، في حد معانا من بلد تانية، كلنا كده نظهر على التلفزيون في نفس الوقت في بيئات افتراضية مختلفة. هو ده الأساس في الفيرتشوال استوديو. طيب يعني انت كده بتحبطينا يعني. طب تعالوا نشوف متحرك ازاي. بفضل التقنيات السينمائية مثل لاقة الحركة والإنتاج الافتراضي، أكيد هو مش واضح عندكم الصوت اللي ظاهر، ومش مهم عندي الصوت، لكن عايزاكم زي ما وريتكم الصور الثابتة مش هي الأساس في الفيرتشوال استوديو، والأساس اللي هو الفيديو اللي متحرك، الحاجة اللي بتتحرك. فبتكون البيئة عبارة عن موجودة في الكمبيوتر، عبارة عن اتعملت ببرامج ثلاثية الأبعاد زي ما احنا شايفين كده. طبعا في متخصصين في بناء المشاهد الثلاثية الأبعاد، بيبتدي يبنيها كلها موجودة فين؟ موجودة على ذاكرة الكمبيوتر، مفيش منها أي حاجة حقيقية موجودة. اللي بيبقى موجود حقيقي أو زي ما انتم شايفين كده مثلا بيعمل الحيوانات ده، معلش هو كان ميكينج بتاع الفيلم بتاع ليمكينج، فعشان كده. أو مثلا فيلم تاني سينما أهو الطفل لايف، الطفل ده حقيقي على فكرة لكنه موجود في بيئة افتراضية. طب هي الحيوانات دي ازاي بتتحرك وازاي بتعمل الحركات اللي عايزها المخرج؟ شوفوا ده 3D وابتدى يحط عليه التكتشر لحد ما وصل حتى اتجاه الفرو بتاع الحيوانات. هو اساس ايه؟ هو اساسا دمية، هو عبارة عن لعبة. شايفين النقط اللي بيحطها دي هنتكلم عنها دلوقتي، ده الشكل النهائي اللي احنا لا طبعا اهو ده الشكل النهائي. حتى اتجاه الشعر بتاع الحيوانات بيرعوه جدا اثناء التقييم. ايه ده؟ إيه ده موجود في مكان لونه ازرق، البيئه اللي لونها ازرق اللي كنت بتكلم عنها من شويه في برنامج ذا فويس. هو لونه ازرق ليه؟ هي الناس اللي قاعده دي مالها لونها مزرق ليه؟ هنعرف. ده الشكل النهائي اللي احنا بنشوفه،
وده الشكل أثناء التسجيل. اللعب دي لعبة موجودة هي مش حقيقية، دمية مش حقيقية، لكنه في الجرافيك لما في الشكل النهائي بيبقى حقيقي. الولد ده حقيقي على فكرة. طب هو ازاي الطفل الصغير ده قدر يتفاعل مع الحيوانات اللي مش موجودة، اللي مش موجودة قدامه؟ هوريكم دلوقتي حالا. او ده المانكي مثلا اللي موجود اللي اتعامل معاه، شايفين ورا فيه شخصيات لابسة ازرق، شايفينها من ورا اهي ماشيين اهم. هو بعد كده في المونتاج بيشيلهم. دي دمية لعبة اهي، ده بعد الجرافيك. هو ده الاستوديو اللي تم التصوير فيه عشان كده ولونه ازرق. شايفين الايدين اللي ورا دي بتمثل الحيوانات كأن هي مثلا حاجة بتتحرك قدامه عشان يقدر يتفاعل معاها. ده فيلم تاني في نفس الفكرة، البنت بتتدرب كويس قوي، الممثلة الحقيقية بتتدرب كويس قوي، وبيبتدوا يصوروها في الاستوديو ويشيلوا البيئة الكروما ويحطوا البيئة الافتراضية. طب طول ما احنا ماشيين كده شايفين نقط، نقط لونها احمر، نقط لونها ابيض، هنتكلم عنها بعد شوية. طيب يعني يا رب تكون الفكرة وصلت علشان اقدر اكمل معاكم. طيب دلوقتي لا استأذنكم، يعني اللي معاه موبايل او معاه اي جهاز يقدر يخش على الرابط ده www.mintai.com، هيطلب منه كود، هيكتب الكود ده الموجود قدام حضراتكم، وهيلاقي سؤال، مش سؤال يعني اقصد يعني حاجه بسيطه كده يعني ممكن تجاوبوا عليها علشان اقدر اتفاعل معاكم. انا هسيب لكم الرابط وهسيب لكم الكود. علشان بس اقدر اتفاعل معاكم فاستاذنكم نخش على منتايا، ممكن ادخله اكتبه في، انا هحطه في الشات، هحطه لكم في الشات حالا. حطيته في الشات يا دكتور. طيب تمام، شكرا يا دكتور. طبعا يعني انا عندي انا ما فتحتش السؤال اساسا. تمام دلوقتي حضراتكم تقدروا تخشوا و تمام، حلو قوي. لاحظت تقنية استوديو الخيال المرئي في ايه؟ المعظم جاوب في القنوات الإخبارية، في ناس شافوها في البرامج الرياضية، حلو، في ناس شافوها في السينما. أشكركم جداً لتفاعلكم، بس عايزة تفاعل أكتر، اللي تفاعلوا معايا 5 وإحنا حاجة 50، فيعني أستأذنكم تتفاعلوا معايا بعد إذنكم. في حد لم ألاحظ أبداً؟ لا ما فيش. تمام، في القنوات الإخبارية، في الأفلام السينمائية، في جميع ما سبق. تمام كده تقريبا نص اللي موجودين وبيزيد. اشكركم جدا لتفاعلكم، اشكركم جدا. النسبه عماله بتتفاوت، مره جميع ما سبق، مره في الافلام السينمائيه، مره في القنوات الاخباريه. انا مستغربه ان حد لم الاحظ ابدا، لكن اشكرك برضو انك تفاعلت معايا، ودي اضافه مهمه بالنسبه لي. طيب تعالوا بقى نرجع للبرزنتيشن بتاعتنا تاني. طيب تعالوا نكمل بقى، عمالين نتكلم عن الفيرتشوال استوديو. احنا اتفقنا ان هو فيرتشوال استوديو، لا استوديو خيال مرئي ولا استوديو افتراضي ولا اي حاجه من المسميات اللي باللغه العربيه، لان احنا لو دورنا باللغه العربيه عن
الاستوديو الافتراضي او استوديو الخيال المرئي او الحاجات دي مش هتطلع لنا حاجه مفيده ابدا، لكن لو دورنا بالفيرتشوال استوديو هتظهر لنا نتائج كتيره جدا. طيب دلوقتي الكل اللي شفناه ده عباره عن حاجات مسجله، يعني في برامج مسجله، في منها اللايف، نشرات الاخبار، او بيكون البرامج الرياضيه، البرامج التعليميه طبعا بتكون مسجله غالبا. لكن الاستوديو الافتراضي ليه انواع، سوري الفيرتشوال استوديو ليه انواع. ليه انواع ازاي؟ يعني هلاقي ان اتصنف الاستوديو الفيرتشوال استوديو بتصنيفات مختلفه. في منهم اللي صنفوا حسب نوع الكاميرا اللي بتستخدم. انا بتكلم عن تصوير فيديو، ففي ناس صنفته بانه هو حسب نوع الكاميرا اللي هستخدمها ونوع العدسات ونوع نظام التتبع، هنتكلم عنه حالا. في اتصنف حسب الصور ال 2D او ال 3D، حسب السي جي اي اللي هيتحط في الباك جراوند، حسب الريندر، حسب الكيينج سيستم، هنتكلم عن الحاجات دي. لكن ببساطه جدا نيجي نقدر نصنفه بانه في التصنيف الابسط خالص اللي فيه نظام اولي 2D، ممكن احط حاجه لايف مع حاجه 2D، تمام ماشي، ده نوع من انواع الفيرتشوال استوديو. في نظام تاني حاجه لايف مع 3D بكاميرا ثنائيه، تمام ماشي، هنتكلم عنه برضو بعد شويه. في نظام متقدم شويه بيتيح حركه الكاميرا في كل المجالات، ازاي برضو هقول. النظام الحقيقي بتاع الفيرتشوال استوديو اللي مش الحقيقي، يعني اللي هو اللي فعلا يطلق عليه الفيرتشوال استوديو على اصوله، يعني بيكون نظام 3D بيتيح الحركه، بيتيح حركه الكاميرا في كل الاتجاهات. مش بس كده، مش بس بيخلي الحركه الكاميرا تتحرك في كل الاتجاهات، لا كمان ده بيكون اون تايم لايف في نفس الوقت. طيب اللي انا بقوله ده محتاج شرح وتفسير، هنتكلم عنه حالا. احنا عرفنا الفيرتشوال استوديو، عرفنا المجالات اللي ممكن يستخدم فيها. تعالوا نعرف ايه هي الادوات اللي بتستخدم في الفيرتشوال استوديو. هلاقي ان الحاجات دي اساسيه، ما ينفعش يبقى في فيرتشوال استوديو الا لما يكون في استوديو كروما، في منظر افتراضي، في كاميرا، في نظام تتبع، وبيكون في الاخر في نظام للمحرك جرافيك. طب تعالوا نتكلم عنهم بالتفصيل بقى دلوقتي. استوديو كروما ده مش جديد علينا، ممكن نكون لمحناه، شفناه في حاجة قبل كده. الأساس في الكروما، في استوديو الكروما، القماشة نفسها اللي بتستخدم ممكن يكون لونها أخضر، ممكن يكون لونها أزرق. على فكرة الألوان دي مش الألوان الحقيقية، لأن أنا ما حطيتش الألوان الحقيقية. اللون الحقيقي إنه بيكون أخضر فسفوري، أزرق فسفوري، أحمر فسفوري، هما الثلاث ألوان الار جي بي الأساسيين. وبعدين دخل عليهم الأبيض والأسود، لكن لا يفضل. كروما يعني أخضر فسفوري، أزرق فسفوري، أو أحمر فسفوري. طبعاً الأكثر استخداماً هما الأزرق والأخضر الفسفوري. طب ليه أنا عمالة بأكد إنه هو فسفوري؟ هو في سبب طبعاً. أنا بستخدم الكروما لأنه لأنها الألوان اللي مش موجودة في جسم الإنسان. يعني إيه؟ يعني أنا بوقف الكروما دي، بوقف مين؟ بيبقى فيه مذيع أو فيه مقدم أو فيه ممثلين أو أياً كانوا، يعني الممثلين الموجودين. فالإنسان اللي يكون واقف ده المفروض إنه يكون مش لابس أي حاجة لونها من لون الخلفية، وأكيد طبيعي إن جسمه وربنا ما خلقهوش حتى لو كانت عينيه خضرة، يعني مش أخضر فسفوري ولا أزرق فسفوري. ليه؟ هقول لكم ليه بعد شوية. لكن أنا بستخدم الكروما بألوانها المختلفة في استوديو الفيرتشوال استوديو. طب إيه يعني ما هي كانت موجودة من زمان في الفوازير بتاعت شريهان؟
وكانت بتطير على المية، مش عارفة شريهان ولا كانت مين، أظن أنها كانت شريهان، كانت بتطير على المية مثلا في الفوازير ولا في ألف ليلة وليلة. وفي النشرات الأخبار بتاعت زمان كانوا المذيع يقف وجنبه الشاشة يورينا عليها النشرات الجوية. طب إيه يعني، ما هم مش حاجة جديدة، إيه لا اتطورت، اتطورت إزاي؟ هي دي حركة الكاميرا اللي كنا بنتكلم عنها من شوية. زمان لما كان بيبقى فيه كروما مش جديدة لكنها اتطورت أكتر، كان المذيع واقف موجود مثلا المذيع وبعدين بيتم فصل للكروما وتتحط الخلفية أنا عايزها. بس في حالة إذا المذيع أو سوري أنا هخليها مذيع يعني أو ممثل اتحرك حركة واحدة بس لقدام، طلع كده خطوة لقدام أو رجع خطوة لورا أو اتحرك أي حركة وحركته لقدام أو لورا أو لأي كان اتجاه الحركة اللي هو اتحركها، الفصل هيبوظ مني. يعني إيه الفصل هيبوظ مني؟ يعني هيظهر إنه هو مش واقف في بيئة حقيقية، هيبوظ. الكاميرا ما تقدرش تتحرك، هي الكاميرا لازم تفضل واقفة في نفس المكان ولازم المذيع يفضل واقف في نفس المكان طول فترة التصوير. لو اتحرك يبقى كده خلاص هيبان ان في خدعه، وده اللي اساس في الاستوديو الكروما اللي هو العادي. لكن لما اتطور في الفيرتشوال استوديو ابتدى دلوقتي هي بنفس الالوان، لكن ابتدوا يعملوا الكروما باتجاهات بحرف ال او حرف اليو. شكل الكروما في الفيرتشوال استوديو بيكون يا إما على شكل حرف L أو على شكل حرف U. ده لو كان استوديو بقى ممكن تكون غرفة حط فيها الكروما القماشة بتاعت الكروما أيا كان لونها، يحطها على الجدران ويحطها على الأرضية ويبتدي يحط الكاميرات فوق وتحت، في كاميرات فوق أهي وفي كاميرات تحت. طبعا الإضاءة بتاعت الكروما دي قصة لوحدها علشان ننور الكروما وما يكونش فيه ظلال وما يكونش فيه ظل، لأن الظل مش هيتفصل معايا وهيبوظ المشهد وهيظهر إنه هو ده مش مشهد يعني مظبوط. رغم إن الظلال والدخان ده أساسي في الفيرتشوال استوديو، ابتدوا التقنية بتاعت الفيرتشوال استوديو تبقى تتطور جدا لدرجة إن بقوا يظهروا الظلال ويظهروا الدخان أو الأبخرة، فده تطور في الكروما. إضاءة الكروما لازم يعني المفروض أن أنا أتكلم عنها بعد شوية أكتر، لكن لو أنا بعمل كروما هعمل القماشة اللي أنا حطيتها دي أو أيا كان هنتكلم عنها بعد شوية، لما أحط إيدي كده ما يكونش فيه ظل، إيدي ما يكونش ليها ظل، الجسم اللي هيقف ما يكونش ليه ظل، أمال بيعملوا الظلال إزاي والأبخرة إزاي هقول لكم بعد شوية. الكروما نفسها بيبقى فيه إضاءة خاصة بالكروما، إضاءة خاصة بأنه ينور القماشة دي بحيث أن الألوان بتاعتها تبقى كلها مية واحدة، ما يكونش فيه جزء غامق وجزء مضيء، لأن ده هيتعبني في الفصل، فصل الكروما أن أنا بشيل الخلفية دي وبحط الجرافيك، الصورة الجرافيك اللي أنا عايزها أو الفيديو الجرافيك اللي أنا بحطه. طيب في إضاءة للكروما نفسها، في إضاءة للجسم للممثل الشخص أو الشخص اللي هيقف، يبقى أنا مش بس عندي نوع واحد من الإضاءة للكروما، أنا عندي أنواع من الإضاءات. في إيه كمان عندي في الكروما؟ في حاجة اسمها البروبس أو اللي هم الإكسسوارات. زي ما حضراتكم شايفين كده هتلاقوا إن الصورة اللي على اليسار ده إنسان لابس بدلة بلون الكروما، وعلى اليمين شالوا الإنسان ده وحط اللي هيتعامل معاه في البيئة الافتراضية في الفيلم نفسه. الفيلم اللي كنت بفرجكوا عنه بعد شوية اللي هو كان الطفل اللي في الغابة وكان فيه ممثلين ماشيين ورا لابسين لون الكروما، وكانوا الأشخاص دي بيتم فصلهم في الآخر في المرحلة النهائية اللي هنتكلم عنها، ويتحط بدلها الحاجة الجرافيك اللي هتكون متحركة.
فالاكسسوارات الزرقاء دي مهمة جدا. هو مش بس كده، ده كمان ممكن يقوم زي في الفوازير مثلا، زي ما كنت بقول لكم ازاي كانت شريهان وهي في الفوازير بيبقى نصها اللي فوق ظاهر ونصها اللي تحت مش باين، لانها كانت الجزء اللي تحت حاطه فيه كرومه قماشه بلون الكرومه، ففي الفصل اتشال فبقى احنا بقينا مش شايفينه. طب ازاي كمان الكرومه الخضراء ايا كان لونها بقى، دي مثلا الترابيزه اللي محطوطه دي، ده من الاكسسوارات ازاي، لانه بيتحط بيبقى المخرج حطه مخصوص علشان ده هيكون مثلا الترابيزه اللي قاعد عليها مقدم البرامج، وبعدين في الفصل هيشيله وهيحط بداله ترابيزه. ممكن يحط لنا مثلا كده على الجنب يعمل فتحة في الكرومة نفسها ويخلي الممثل يمر منها، ده هيبقى ايه، ده هيبقى باب هيتشال، الجزء ده هيتشال في الكرومة في الفصل وهيتحط بداله باب، فهيظهر قدامي كأن الممثل بيخش من باب جرافيك مش موجود. كل دي بتساعدني الاكسسوارات، بتساعدني في اني انا احقق الهدف اللي انا عايز اعمله. ايه الرؤية اللي في دماغي؟ شايفين هنا الإضاءة ورا، في إضاءة دي للممثل اللي هنا دي للممثل، وفي إضاءات ورا للكروما، هي مش مضاءة دي كويس، هنا مضاءة أكتر. الكروما هنا الجناب والأرض هنا على شكل حرف اليو، والأرض منورة، وفي كاميرات فوق، وفي كاميرات وإضاءات بتبقى مخصوصة في فوق هنا، شبكة بيبقى مخصوصة علشان الإضاءات والكاميرات. طيب يعني دي خلاص اوكي. طيب يعني ايه، يعني في فرق بين الكروما اللي العاديه والكروما اللي تم تطويرها واصبحت خاصه بالفيرتشوال ستوديو. فهلاقي ان المنظر ال 3 دي في الفيرتشوال ستوديو بيتقدم في اون تايم في الوقت الحقيقي، في البرامج اللي بتتقدم لايف. الكروما التقليديه لا ما ينفعش، الكاميرا ما بتتحركش لان الفيديو الخلفيه بيكون ثابت ما بيكونش متحرك. لو تم تحريك الكاميرا او تم عمل زوم، حتى الزوم ما اقدرش اعمله، لان لو عملت زوم المقدمه بتفصل عن الخلفيه وبيظهر ان هو فيك مش حقيقي. اما في الفيرتشوال ستوديو بتكون الخلفيه 3 دي وما بتمنعش حركه الكاميرا، الكاميرا بتتحرك في كل الاتجاهات وهنعرف ازاي بتتحرك بعد شويه، وبتقدر تنقل الاحداث ان ريال تايم يعني من خلال بيئه 3 دي. ده اهم ما يميز الكروما في الفيرتشوال ستوديو، ان بيتم تحريك الكاميرا واقدر اعمل حركه بان، حركه زوم، حركه تلت، ايا كان نوع الحركه اللي بستخدمها في التصوير، فانا اقدر ان انا احركها زي ما انا عايزه، الممثل يقدر يتحرك زي ما هو عايز، ومع ذلك الخلفيه بتفضل ماشيه معايا. ازاي؟ هنعرف بقى بعد شويه. تعالوا نشوف التقنيه الثانيه او الاداه الثانيه اللي بتستخدم في الفيرتشوال ستوديو. احنا قلنا الكروما كمان بيكون فيه منظر افتراضي. المنظر الافتراضي ده بيبقى عباره عن ديكور افتراضي او خلفيه افتراضيه او اكسسوار افتراضي، بيتم اعداده بتقنيه السي جي اي اللي هي الكمبيوتر جرافيك انجن. بيتم توليد الصور، توليدها ازاي؟ يعني اللي بيصمم الجرافيك ال 3 دي مش بيعمل دي وبس، هو بيعمل من دي مئات من الصور هي نفسها، كل حركه كل ما يمشي يمين شويه يعمل صوره جديده، يمشي شمال شويه يعمل صوره جديده، يطلع لفوق شويه يعمل صوره جديده، يصنع الصور، يعمل توليد للصور، فبيبقى عندي كميه هائله من الصور. هي مش هي دي بس، مش هو ده بس المنظر الافتراضي، لا دول صور كتيره جدا. طب ده مثلا كان استوديو رياضي لتصوير حاجه رياضيه، ده لتصوير حاجة تعليمية، وطبعاً هنا عرفنا بقى أن الأخضر ده علشان هيشيله ويحط بداله حاجة بتتحرك، حاجة فيديو وحاجة جرافيك، حاجة بتتحرك. مثلاً بصور في مشهد سينمائي، فهي صورة واحدة؟ لا هي مش صورة واحدة، هي كذا صور، كل ما بتتحرك الكاميرا
هنتكلم. طيب خلينا نوصل للكاميرا علشان عشانها توضح لنا اكتر. احنا اتكلمنا عن الكروما كتقنيه من تقنيات الفيرتشوال استوديو، اتكلمنا عن المنظر الافتراضي، نيجي بقى اللي بيكملهم واللي ما يستغنوش عنه ابدا، الكاميرا. الكاميرا في الاستوديو الافتراضي، والحقيقه ان الكاميرا عندي ما بتكونش كاميرا واحده، انا بيكون عندي انواع من الكاميرات. الكاميرا في كاميرا حقيقيه اللي هي بتعمل تصوير حقيقي لايف وبتنقل لايف، وكاميرا وكمان كاميرا افتراضيه. الكاميرا الافتراضيه دي فين؟ اللي الناس اللي بيستخدموا برامج ال 3D هيعرفوا ان هي موجوده جوه برنامج ال 3D، مش بس برنامج ال 3D، مجموعه برامج اللي بتنتج ال 3D بشكل عام. يبقى انا عندي الكاميرا في الاستوديو الافتراضي في كاميرات حقيقيه بتصور التصوير الحقيقي، وطبعا دي بتصور بثلاث ابعاد اكس واي وزد معروفه، يعني الطول والعرض والارتفاع، وبتصور وبتنقل الاحداث لايف. وبيكون في كاميرات بحامل، في كاميرات بتبقى مثبته على راس الكاميرا، بيكون في حركه من خلال الحوامل المختلفه. وكمان بيكون في الكاميرا الافتراضيه اللي بتتحكم في الزاويه، زاويه الرؤيه وحركه الجسم ال 3D زي الحيوانات اللي شفناها بتتحرك، اللي بيخليها تتحرك وبتتكسي ازاي بالفرو، بتتكلم ازاي، كل ده عن طريق الكاميرا الفيرتشوال اللي بتبقى موجوده في برنامج ال 3D. ما اقصدش بالاخص برنامج ال 3D، لكن اقصد برامج ال 3D. وده بيكون الشكل النهائي. صحيح انا بصور المذيع حقيقي في بيئه وراه كروما لونها اخضر، لكن بيظهر في الشاشه اللي قدام المخرج بتبقى بالشكل بتاعها النهائي. من دلوقتي لا، لسه في خطوات لسه شويه هنعملها. طيب احنا اتكلمنا عن تقنيه الكروما، اتكلمنا عن المنظر الافتراضي، اتكلمنا عن الكاميرا الافتراضيه. طيب انا دلوقتي عندي مشهد، كل ما المذيع يتحرك لازم الخلفيه اللي وراه تتحرك. طب تتحرك ازاي وهو اساسا مش واقف في بيئه حقيقيه، هو واقف في بيئه افتراضيه، في كروما، هو واقف في كروما. فاللي بيحصل ان بيكون فيه نقط، النقط اللي كنت بكلمكم عنها من اول الورشه، بيكون فيه نقط بتتحط بتبقى بتثبت على الكروما، وبتبقى موجوده جوه برنامج زي الافتر افكت مثلا، بيعمل تتبع بتساعدني النقط دي بتعمل ايه، بتعمل تراكنج. الكاميرا نفسها بيبقى فيها الاكس والواي والزد اللي بيقرا الاتجاهات بتاعه المذيع لما بيتحرك، الكاميرا بتصوره، فلما بتصوره بتلقط الاتجاهات الثلاثه بتاعته، الاكس والواي والزد، هو يتحرك زي ما هو عايز. الكاميرا هي مش كاميرا عاديه، هي كاميرا بتقرا الاكس والواي والزد بتوعه. فلما باجي افصل اشيل الكروما واحط بدلها المنظر الافتراضي او ال 3D، الخلفيه ال 3D اللي انا بحطها هي ما بتكونش صوره واحده، هو عشان يتحرك فانا لازم كل ما المذيع يتحرك تقرا الكاميرا الاتجاهات بتاعته الاكس والواي والزد، وتولد لي الصوره، او بالاصح تختار لي الصوره اللي بتتناسب مع الحركه بتاعته علشان تكون الحركه سلسه. فبيعملوا ايه؟ بيحطوا نقط فسفوريه مثلا، او هي ليها تكنيك مخصوص كده للنقط دي، بتبقى موجوده في الكروما نفسها، متعلقه ومتثبته على الكروما، او وكمان ممكن تكون موجوده على الانسان نفسه، الممثل نفسه، علشان ناخد شايفين الحركه اللي قدامنا دي، علشان يقيس بيها، ياخد الحركه بتاعه كلام الانسان، حركه بق الانسان لما يجي يتكلم. ويجي عند فيلم زي اللين كينج لما بتكون الحيوانات بتتكلم، هو بيتكلم ازاي الحيوان ده، وازاي اللبسنج بتاعه، حركه الشفايف بتكون مظبوطه مع الكلام، بانه بيعملوا تتبع تراكنج بالاول بيعملوا تراكنج لانسان حقيقي، ويحطوا النقط دي على وشه، ويبتدوا ياخدوا تراكنج لحركه وشه، ويبتدوا يركبوها على حركه الحيوان، ويبتدي يخلي يحرك بق الحيوان
بناء على ازاي الانسان بينطق وبيتكلم وكمان تبعا للحيوان نفسه. طبعا هي ده مش بسهوله ابدا، دي يعني حاجه بتاخد مجهود كتير، لكنها كلها بتبقى موجوده فين؟ بتبقى موجوده في الكمبيوتر، ما بتكونش موجوده في الحقيقه. فنظام التتبع ده اساس ومهم في الفيرتشوال استوديو علشان المذيع او الممثل يتحرك. الكاميرا اللي بتبقى مزودة بالإكس والواي والزد اللي بتقرأ حركة الممثل، الممثل يتحرك، الكاميرا تقيس الاتجاهات الإكس والواي والزد وبناء عليها توصل الإشارة إلى جهاز. الجهاز ده اسمه هنجيله بعد شوية، هنجيل الاسم الجهاز. والجهاز ده يعمل توليد للخلفية، هو متخزن فيه الخلفيات، يبتدي يطلع منها الخلفية اللي بتتناسب مع حركة الممثل. زي ما حضراتكم شايفين أهو، يعني احنا اللي فاتت دي كانت بتقيس وبتاخد القياسات الاتجاهات والاكس والواي والزد بتاعت بق الانسان كده لما يجي يتكلم، ويبتدي يحفظها عنده على الكمبيوتر، ولما يعوزها يطلعها يحطها بقى على انسان حيوان حاجة جماد زي ما هو عايز. حركة الانسان كمان وعضلات الانسان لما يجي يحرك ايده، يحرك رجله، يحرك وسطه، يحرك راسه، الاتجاهات دي كمان بتتقاس في الكاميرا وتوديها. احنا اتفقنا بقى خلاص المذيع او الممثل او المدرس اللي بيشرح ايا كان الممثل ده اللي موجود، انا هسميه ممثل، بيتحرك في الاتجاه اللي هو عايزه، يمين شمال، ينط، يعمل حركة زي ما بنشوف الافلام الاجنبية، يعمل اللي هو عايزه. ليه؟ الكاميرا موجودة، مش اي كاميرا، كاميرا مزودة بتقيس الاكس والواي والزد بتاعت الممثل. طب تاخد القرايه دي توديها فين؟ هي خلاص عرفت الاماكن والقياسات بتاعت حركته، تاخدها توديها فين؟ توديها عند العقل المدبر، الجرافيك انجن او محرك الجرافيك، هو ده العقل المدبر. لانه لو ما طلعش في الوقت المناسب الصوره المناسبه للخلفيه هيبقى فيك، خلاص مش هينفع، هتظهر ان هي مش حقيقيه، هيظهر ان الفيلم ده مش حقيقي، ان الممثل مش موجود في البيئه دي وانه موجود في بيئه مش حقيقيه. لكن الجرافيك انجن هو عباره عن ايه؟ هو جهاز كمبيوتر، لكنه بيكون معمول ب، هو مش اي جهاز كمبيوتر، هو معمول بتقنيه السيليكون جرافيك. هو غالي جدا جدا جدا، يعني هو ثمنه غالي جدا، بيعتمد على نظام الـ SGI اللي بيدعم الـ Virtual Studio، وبيتكامل مع نظام اسمه أونيكس. يعني مش عايز أخش لكم في التفاصيل قوي، لكنه عبارة عن جهاز كمبيوتر ليه إمكانيات معينة، خاص بأنه ياخد القراية من الكاميرا، الـ X والـ Y والـ Z من الكاميرا، ويطلع من الصور اللي متخزنه عنده من المنظر الافتراضي اللي عملناه. احنا قلنا ان انا مش هنعمل صوره واحده، هنعمل يمكن مش قادره اقول لكم كام صوره، كل ما هي كل حركه ليها صوره بتتولد. مين اللي بيولد الصوره؟ مين اللي بيختار الصوره اللي بتتناسب مع الاكس والواي والزد؟ هو الجرافيك انجن. هو ليه سيستم مخصوص، وليه يعني يمكن هو الاقرب لليونيتي، البرنامج اليونيتي اللي هو بيعمل الألعاب، ده واحد من الجرافيك انجن، عبارة عن انه هو سواء الكمبيوتر نفسه اللي هو الجرافيك انجن او البرامج اللي تكون موجودة عليه، هي بتكون من نوعية خاصة جدا، لان هي بتاخد قرايات اكس واي وزد وتختار على اساسها ايه الصور اللي بتكون موجودة. هو بيبقى عنده كم صورة؟ عنده صور كتير جدا لنفس المكان. لو تلاحظوا معايا كده، هو ده مثال مثلا، كلهم في الفضاء لكن باتجاهات مختلفه. طبعا انا جبت امثله، لكن ده مثال بسيط وضعيف جدا، يعني سامحوني. كل منظر بيتولد له الافات من الصور بتبقى متخزنه جوه محرك الجرافيك، والجرافيك انجن ياخد القراءات بتاعه حركه الممثل من الكاميرا، ياخد الاكس والواي والزد، ويبتدي على اساسها يطلع الصوره اللي بتتناسب مع حركته. طيب هي بس في ممكن تكون تعليميه؟ لا، في الرياضه كمان، ممكن نشوفها في الرياضه، بتبقى موجوده في نشرات الاخبار.
طيب يعني أتمنى أن تكون كده التقنية، أدوات التقنية تكون وصلت بشكل مظبوط، أتمنى يعني. مش عارفة إذا كنت أنا بتكلم بسرعة ولا ألو. أيوة أنا معاك يا دكتور. أيوة دكتور، بشكر حضرتك على الفكرة اللي هي النظرية في الأول كده. إحنا ممكن نفتح باب النقاش لمدة 5 دقائق بحيث إن إحنا نحط لك أسئلة. طيب تمام أنا معاك. طب ماشي. اتفضلي يا دكتور. يعني كنت بفضل بعد فكرة العمل. طب تمام. يعني فضل لي بس نقطة بتاعت فكرة العمل وبعدين نفتح باب النقاش. ننتقل للجزء العملي بعدها إن شاء الله. يعني هو كلها صح. جزء عملي بصراحة. خلاص أوكي تمام. تمام. أنا مع حضرتك. النقطة دي أقولها اللي هي فكرة العمل. فكرة العمل هنا في الشريحة دي أنا بلخص فيها كل اللي قلناه. عبارة عن كروما بمواصفات معينة، بإضاءات، بإكسسوارات معينة، في كمان مقدم للبرامج أو مذيع أو أيا كان، في كاميرا بتقيس الإكس والواي والزد، في عندي نظام للتتبع بالأشعة تحت الحمراء، ده يعني محتاج ورشة لوحده، في بيكون عندي منظر افتراضي، بيكون عندي تركيب، مرحلة التركيب لسه هنتكلم عنها، وفي تجميع لبيانات التتبع، ناخد بيانات التتبع من الكاميرا وندخلها عند الجرافيك انجن يختار على أساسها الخلفية المناسبة وبعدين يطلع لنا الشكل بعد التركيب بشكله النهائي. طيب بيكون اونلاين، سوري بيكون لايف اون تايم ولا بيكون مسجل؟ لو انا عايزة لايف بيبقى لي نفس الأدوات ونفس التقنيات ونفس كل حاجة وبقدمه لايف، طبعا ده لما بيكون فيه بث تلفزيوني. يعني لما عنديش بث تلفزيوني أعمل إيه؟ فبيكون مسجل، وهنتكلم عن المسجل بعد شوية. دلوقتي أنا في انتظار حضراتكم، سألوني زي ما أنتوا عايزين. شكرا حضرتك يا دكتور. أنا بودي بس إن إحنا ناخد 4 أسئلة بس في الأول عشان ناخد الوقت نكمل بيت العملي إن شاء الله. هناخد أول ناس هترفع إيديها، أول 4 أفراد هيرفعوا إيديهم. دكتور علي. أيوة مع حضرتك يا دكتور. يا ريت بعد إذن حضرتك كل اللي هيقدم يقدم نفسه وبعد كده يقول السؤال. تفضل. علي شعبان أبو حمرة، باحث دكتوراه تكنولوجيا التعليم جامعة عين شمس. كنت عاوز اسال بس حضرتك، هو انا المفروض هصمم الاول صور ثلاثيه الابعاد عشان ادخلها على البرامج دي، وانا اصلا ما عنديش فكره ازاي هصمم الصور ثلاثيه الابعاد او البرامج اللي بستخدمها عشان اصمم الصور ثلاثيه الابعاد. طيب اولا هو ما ينفعش تشتغل في الفيرتشوال استوديو الا لما يكون حضرتك عندك فكره عن انتاج الصور ثلاثيه الابعاد. طب انا ما عنديش، واحنا في تخصصنا في تكنولوجيا التعليم طبعا هو الافضل ان انا بكون انا عارفه البرامج وانا بصمم بنفسي. ومع ذلك في على الانترنت لو حضرتك دورت هتلاقي ان في شركات في العالم كله بتعمل لك اللي انت عايزه. عايز الصور جرافيك باتجاهات معينه هتعمل لك 10,000 صوره زي ما انت عايز، اللي انت عايزه هتعمله لك، لكن طبعا كله بتمنه. وفي حاجات بتبقى فري موجوده لكن بتكون مش كامله. فأنا بشكرك لسؤالك لأنك نبهتني لنقطة معينة مهمة جداً، إن الفيرتشوال استوديو هو أنا مش بعمله كده مني لنفسي. يعني أنا عشان أعمله لايف ويطلع أون تايم فهو في أجهزة وبرامج خاصة بالفيرتشوال استوديو، لو دورنا عليها هنلاقيها في العالم كله برضو متوفرة، وأقدر أشتريها من على الإنترنت وينزلوها لنا، لكن طبعاً بتكون بمبالغ كبيرة جداً وموجود منها عندنا في مصر. يعني أنا لاحظته أنه كان أيام ثورة يناير في قناة الحياة، طبعا كلنا كمصريين كنا بنقعد قدام التلفزيون بنتابع الأحداث، فكان في قناة الحياة فاكرة في من ضمن الأحداث اللي كانت سريعة جدا فما قدروش يستنوا لما الفيرتشوال استوديو يشتغل، فاشتغلوا فظهروا وراهم الكروما. وأنا الحقيقة حاولت أدور على اليوتيوب على المقطع ده عشان أعرضه لكن ما لقيتهوش. لكن البرامج الفيرتشوال استوديو هو سيستم متكامل، أجهزة وكاميرات وبرامج بتتباع وبتتباع، بس بتتباع طبعا بمبالغ كبيرة جدا، واللي بيصنعها وبيبيعها ما بيكونش سهل. يعني ايه؟ يعني اللي هتدفعه هتاخد على قده، زي كده قناة الحياة
تقريبا دفعوا على قدهم يعني، فادوا لهم البرامج مش كامله فمثلا يعني، وانا ماليش دعوه بحد، خلينا في اللي نقدر عليه. فدلوقتي حضرتك بتسالني انا ما عنديش فكره عن 3D اعمل ايه، نصيحه لوجه الله انا عملت كده، رحت اتعلمت 3D. طيب مش هتعلم 3D اعمل ايه؟ اقدر ان انا اخش على الانترنت وانزل خلفيات، في خلفيات ليها كوبي رايت وفي خلفيات بتبقى فري وبتبقى مكتوب عليها ان هي فري، لكن مش هتساعدك، وهي هتنزلك الخلفيات مش هتساعدك على الحركه، وحضرتك مش هتقدر تعمل الحركه الا لما يكون عندك السيستم متكامل بوجود الكاميرا بوجود الجرافيك انجن. فاحنا يعني خليك معايا لحد اخر ورشه العمل، خليكم حضراتكم معايا كلكم، واوعدكم اننا هنعمل جزء فيرتشوال ستوديو ان شاء الله يعني يكون مرضي الى حد ما، لحد كبير. شكرا لحضرتك يا دكتور، وشكرا للدكتور. دلوقتي لو في اي حد من الحضور الكرام عنده سؤال، لو ما فيش ننتقل للجزء العمل. طيب انا شايف ان مفيش حد فيه سؤال خالص. حضرتك يا دكتور جياره معاكي، ممكن تنتقل لجزء العمل ان شاء الله. طيب تمام تمام. طيب احنا لحد هنا كنا بنتكلم عن الفكره العامه بتاعه الفيرتشوال استوديو وبيتكون من ايه ومكوناته، وكنت بوضح قوي انه محدش يقول لي هو واقع افتراضي، لانه هو مش في بيئه افتراضيه، مش اونلاين، مش على الانترنت، هو على البرامج التلفزيونية، على التلفزيون في البث المباشر أو المسجل أو بيكون مسجل. طيب تعالوا نكمل مع بعض ونشوف. زي ما الدكتور محمد كان بيقول لي نبدأ في الشغل العملي. طيب علشان نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في الفيرتوال استوديو، إحنا لازم نكون عارفين إحنا هنعمله إزاي. أولا هو صحيح فيديو، وبما إنه فيديو فهو لازم يكون لي سيناريو، وعلشان يبقى ليه سيناريو مش هيكون سيناريو عادي، يعني هو مش فيديو عادي. هو بيكون زيه زي مثلا الالعاب التعليميه، سوري زي الالعاب الالكترونيه، بيكون ليه سيناريو من نوع الواقع المختلط، في ميكسد رياليتي، بيكون في نظام للتراكنج، بيكون في ريندر، واكيد اللي بيشتغلوا في الجرافيك عارفين الريندر قد ايه مهم وقد ايه مش سهل. وبعدين الكومبوزيشن التجميع. طيب تعالوا نشوف السيناريو المختلط. ازاي؟ ده السيناريو بتعمل بتاع فيلم تايتانيك. هو مش بيتعمل بشكل عادي، هو بيتعمل بشكل بيخلط ما بين وجود الفيرتشوال وما بين اللايف. طيب برضو مش فاهمين يعني يعمل ايه، يعني هو وهو بيعمل السيناريو، طبعا هو حضراتكم للاسف مش هتقدروا تسمعوا الصوت، لكنه بيأكد على ان تم بناء النماذج دي، هنشوفها. هو في السيناريو المختلط بيعمل ايه؟ اللي بيتخيله بيبتدي يصممه وهو لسه بيعمل السيناريو، مش وقت التصوير، هو بيعمل النماذج، بيبني النماذج وبيحط عليها التكتشر وبيحط عليها اهو. يعني مثلا بصوا حضراتكم، ده اللقطه بتاعه فيلم تايتانيك، شايفين الكروما، الممثل واقف في كروما، لا في مركب ولا في ده السيناريو الواقع المختلط. شايفين المركب اتعملت في نفس الوقت اللي بيتعمل فيه اللي بيكتب فيه السيناريو، طبعا ده على الكمبيوتر، في الكمبيوتر جنريتد. ده شكل السيناريو الفيرتشوال، الدخان اللي كنت بقول لكم عليه، وازاي بيبقى في برامج مخصوصه في الفيرتشوال استوديو عشان تفصل بس الدخان. ده السيناريو، شايفين السيناريو شكله عامل ازاي؟ الاول بيبني الشكل على ال 3D، وبعدين يحط عليها التكتشر، وبعدين يشوف حركتها هتكون عامله ازاي، ويجرب فيها الكاميرا والاضاءه، ويجرب حتى الشخصيات افتراضيه. شايفين الشخصيات؟
دي الشخصيات الافتراضية. بعد كده هو عملها في السيناريو المختلط، وبعد كده بيشيلها ويحط البني أدمين اللي تم تصويرهم في الكروما. وكل ده مش موجود، كل ده بس موجود في ذاكرة الكمبيوتر. طيب احنا كنا بنتكلم عن الفيرتشوال ستوديو وانتاجه في برامج التلفزيون، ومهم بالنسبة لي جدا ان انا اقول لحضراتكم ان الفيرتشوال ستوديو مش بس عبارة عن اللي احنا بنشوفه قدامنا ده، لا احنا في حاجات كمان. يعني خلينا نتفق مع بعض اننا لو اتفرجنا يعني بعد كده لما نتفرج على قناة السي ان ان او السكاي نيوز او فرنسا 24، كل البرامج الإخبارية العالمية بتستخدم الفيرتشوال ستوديو. طب ايه اللي بيخليني اقول كده؟ قصدي اقول لحضراتكم انه ممكن اصور شخصين كل واحد منهم موجود في بلد، اجيبهم مع بعض في الاستوديو في نفس اللحظة. فده تقنية من تقنيات اللي بتوظف الفيرتشوال ستوديو. ممكن يظهر ضيف عندي في الاستوديو، بيكون مثلا الضيف ده يعني موجود في غرفة صغيرة جدا، يعني هو مش موجود في المكان الحقيقي أساسا، فده برضو شكل من أشكال الفيرتشوال ستوديو. بستخدم الملتيميديا في الفيرتشوال ستوديو بشكل كبير، بستخدم المؤثرات الصوتية ده بيتعمل لها أوركسترا مخصوص، ويب يعني ده برضو محتاج ورشة عمل لوحدها البرامج الصوتية. بستخدم مؤثرات بصرية وهنشوفها في برنامج الأفتر إفكت. بستخدم الجرافيك، الوسائط المتعددة بستخدمها بشكل كبير في الفيرتشوال ستوديو في إنتاج البرامج التلفزيونية. طيب احنا عمالين بقى نتكلم بشكل عام، تعالوا نخش على التعليم. ازاي بيتم تطبيق الفيرتشوال ستوديو في التعليم؟ وزي ما قلت لحضراتكم ان اكتر بلد بتستخدم يعني لقيت فيها ابحاث الصين. طبعا احنا دلوقتي واحنا بنتفرج ابتدينا ناخد بالنا ان الشخص اللي واقف بيتكلم ده هو مش موجود في الاستوديو ده اساسا، هو موجود في استوديو كروما. هنا مثلا في التعليم برضو استخدموا منها، بتتكلم عن الاسماك كل ده جاي منين؟ جاي من كروما وكاميرات مخصوصة، وبعدين بتخش على البرامج. ده على فكرة ده التي في اس ألف، ده اسم البرنامج، ده اسم الفيرتشوال استوديو، دي البرامج بتاعت الفيرتشوال استوديو. زي ما حضرتكم شايفين التصوير الحقيقي بيتم في كروما، لكن اللي بيظهر قدام المخرج الشكل النهائي بعد ما تم التركيب معاه في الاستوديو معاه الكواكب، ويقدر يحركهم ويلفهم ويشرحهم ويمسكهم. هو ده شكل من الاشكال اللي مثلا في الديكورات. وعلى فكره في الصناعات دلوقتي نقدر نجرب سياره، نجرب ساعه، واقول له انا عايز اللون ده واللون ده هنا في المعمل الكيمياء. كل ده موجود في ايه؟ موجود في غرفه صغيره. ابتدى هو يبني الخلفيه ويحط فيها الاكسسوارز اللي هو عايزها، والمعلم يحطه في البيئه الافتراضيه. يحط الاكسسوارز اللي هو عايزها، وكل ده مش موجود غير في ذاكرة الكمبيوتر. طيب انا يعني عايزة اسرع الاحداث شوية عشان نخش في الجزء العملي. طيب برضو يعني انا استأذن حضراتكم تخشوا على المنتاي تاني، وهتلاقوا فيه كود، وعايز اعرف رايكم هنا في الجزء ده. هل بعد اللي انا قلته ده تتخيلوا اننا ممكن نستخدم الفيرتشوال ستوديو في
في العمليه التعليميه ممكن حضرتك تعمل كده. مش عارفة حضراتكم قدرتوا تاخدوا الرقم؟ حطيته على الشات يا دكتور. طيب شكرا لحضرتك. انا بس ايه هفتح السؤال. طيب اشكركم لتفاعلكم، بداتوا تتفاعلوا معايا ويعني في امل ان انا هعرف ان انا استخدم واطبق الفيرتشوال استوديو في التعليم ممكن. طب الحمد لله. طيب يعني احنا لسه 11، استاذنكم يا ريت نتفاعل اكتر. طب تحبوا اكتب له 8851803. يعني بس حتى على الاقل نوصل للنص يعني. طيب يعني لسه بيزيد اهو. طيب اشكرك لتفاعلكم، والمهم وصلتني الاجابه اننا ممكن اننا نعمل فيرتشوال استوديو في التعليم. احنا شفناه، لكن هو طبعا اللي اتعمل ده اتعمل بالتقنيات الجاهزه بتاعه الفيرتشوال استوديو الحقيقيه اللي بتتباع بالمبالغ الكبيره. طب يعني احنا هنيأس؟ لا ابدا، احنا لازم نعمل ان شاء الله. طيب خلينا انا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بقى. أنا علشان أعمل فيرتشوال استوديو بإمكانياتي اللي موجودة عندي أعمل إيه؟ أنا محتاجة إيه؟ محتاجة تصوير أشخاص في كروما، شخص هيتصور في كروما. كروما شكلها إيه؟ هنتكلم عنها دلوقتي. محتاجة خلفية 2D أو 3D زي ما أنا عايزة، طبعاً تكون مناسبة للمشهد اللي أنا هعمله. محتاجة شخصيات كرتونية، أكسسوريز، حاجة هيتعامل معاها زي ما انا عايزه حسب اللي انا عايزاه. محتاجه اكسسوارات وديكورات. عايزه اقول لحضراتكم ان الفيرتشوال استوديو ما عندهوش حدود، يعني حده الوحيد خيال حضرتك. انا عايزه اصور نفسي في امريكا وبتحرك وبمشي في الشوارع وبتفاعل، ممكن ليه لا. عايزه ان انا اصور نفسي او اصور للطلاب بتوعي مشهد في داخل الكمبيوتر، داخل بشرح لهم الانترنت، فما فيش مشكله، عادي جدا ممكن اعمله لهم. عايزه اعمل لهم درس تاريخ عن شخصيات تاريخيه قديمه available. اوكي. عايزه اعمل لهم حاجه في الفضاء، درس في الفضاء. عايزه اعمل لهم حاجه في المستقبل، يعني درس بشرح لهم درس في المستقبل، ما عنديش اي مشكله. انا الجزء اللي انا هتكلم عنه دلوقتي هو خاص بالعمليه التعليميه. قصدي اقول ان توظيف الفيرتشوال استوديو في العمليه التعليميه ما بيحدهوش حدود ابدا، بالعكس بيساعدني في تنميه مهارات الطلاب بشكل كبير، بيساعدني بانه بيوفر ادوات لتقديم المحتوى باشكال مختلفه. وممكن على فكره يعني من النقط اللي لسه بدور فيها ازاي ان انا اخلي اثناء مشاهده الطلاب للفيرتشوال استوديو ان هم يتفاعلوا ويقدر يكون في رد فعل، يعني مش بس ان هم هيتفرجوا وهيندمجوا، لا ده انا كمان عايزه يكون ليهم رد فعل. والحقيقه يعني شغاله في النقطه دي وان شاء الله وصلت لحاجات كويسه. ممكن ازاي كمان ان التكنولوجيا الفيرتشوال استوديو عملت فرصة جديدة للتدريس دلوقتي بعد كورونا. اضطرينا كلنا اللي يعرف ولا ما يعرفش بإرادتك أو مش بإرادتك هنستخدم التعليم عن بعد. طب أنا هعمل تعليم عن بعد يعني
ممكن استخدم الكمبيوتر والانترنت واستخدم اليوتيوب وارفع لهم عليه الفيديوهات بتاعتي، وممكن ان انا من خلال برامج التلفزيون طبعا اللي بتوفرها الدولة. وطبعا دلوقتي كل البلاد وكل الحكومات تواجهوا الى ان لازم نطور وننمي البرامج التلفزيونية عشان تتناسب مع الطلاب، لان ما بقاش ينفع ان يعتمدوا على البرامج القديمة بطريقتها القديمة. طيب انا محتاجة ايه؟ انا بس كل اللي انا محتاجة كروما، محتاجة شخصية حقيقية بتتكلم في الكروما، وخلفية 2D أو 3D، والأكسسوارز بتاعتي اللي أنا أخليها تتفاعل ممكن عادي جداً، وأخليه بص لفوق الشخصية بتاعتي هتبص لفوق فهتعدي طيارة من فوق حسب اللي أنا عايز أعمله. فكر واعمل، ما فيش أي حاجة هتعيق التفكير. طيب بما أننا تكنولوجيا التعليم ده تخصصنا، فلازم لما قبل ما أصمم لازم يكون عندي نموذج تصميم تعليمي لاستخدام الفيرتشوال استوديو في العملية التعليمية. هو هيتم تصميمه بالطريقة التقليدية؟ أكيد لا. صحيح يعني هنستخدم نفس نماذج التصميم. مرحلة التحليل لازم أختار موضوع الفيرتشوال استوديو بتاعي وأحدد المحتوى. مرحلة التصميم فيها بحدد الأهداف وببني المحتوى وببني السيناريو. طيب هو السيناريو لازم يكون مدمج؟ يعني خلي بالك وانت بتعمله بالطريقة، احنا بقى ايه، بالطريقة البسيطة خالص، يعني الطريقة اللي متاحة لينا. انا مش هعمل صحيح سيناريو مدمج، لكن كنت لازم اقول الشكل الصح فعلا اللي فيه، لكن وانا بكتب السيناريو لازم اراعي ان يكون في شق مدمج يعني ما بين اللايف وما بين الفيرتشوال، فين؟ على التلفزيون، على شاشة التلفزيون او على فيديو، المهم ان هو يتصور فيديو، حاجة مسجلة. المهم هرفعها على اليوتيوب، هنزلها على التلفزيون، هعمل بيها قناة الشخصية باسمي، اعمل اللي تعمله، المهم ان هو يكون فيديو مسجل. طيب مرحلة التطوير، في اعداد نسخة العمل بتاعت السيناريو التنفيذي، بعمل خطة للإنتاج. على فكرة في فريق عمل مهمة جدا، والنقطة دي مهمة جدا، ودي ليها برضو ورشة عمل. الحقيقة هو كل جزء فيه محتاج ورشة عمل لوحده. في مرحلة التطوير، بناء وتجهيز استوديو كروما وهنتكلم عنه حالا، تصوير حي وتتبع للحركة، انتاج منظر افتراضي والتجميع والتركيب، وبعدين في مرحلة التقويم ضبط البرنامج وتحكيمه، التجربة الاستطلاعية، تطبيق التجربة الأساسية، وهكذا. دي بقى الخطوات بتاعتنا احنا بتوع تكنولوجيا التعليم عشان انتج مقطع او فيديو تعليمي باستخدام تقنية الفيرتشوال استوديو وتكون بشكلها اللي بيتناسب مع العملية التعليمية. طيب للباحثين اللي يحبوا يدوروا عن تقنية الفيرتشوال استوديو، فحضرتك هتكون وانت بتعمل سيرش مش هتلاقي الحقيقة، مش عايزة احبطك، بس مش هتلاقي ابحاث عربية بشكل كبير ابدا. لكن إذا كنت بتدور في تكنولوجيا التعليم فهتلاقي رسالة الدكتوراه بتاعتي، إذا كنت بتدور بشكل عام فهتلاقي في معهد السينما رسالة ماجستير دكتوراه شيرين فرغل في بحث في الإمارات، برضو ممكن أكتب لكم، لأن هي اللي باللغة العربية محدود جدا 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 جدا. فإذا كنت عايز تدور وتعمل سيرش عن فيرتشوال استوديو، فحضرتك هتعمل سيرش باللغة الإنجليزية. ولو عايزين يعني نصيحة أكبر شوية أدق شوية، دور على الأبحاث اللي الصينية اللي منشورة باللغة الإنجليزية، برضو هتلاقيها، وهتلاقيها كتير، هتلاقيها في الدنمارك والنرويج، هي دي الأبحاث اللي هتلاقيها فعلا، هتلاقيها عن الفيرتشوال استوديو. طبعا هو العمل فيه ممتع جدا. طيب تعالوا بقى ننزل يعني إيه لأبسط الطرق اللي هنعمل بيها استوديو فيرتشوال استوديو. أنا محتاجة إيه؟ محتاجة استوديو كروما. طب أنا ممكن أعمل عندي في البيت استوديو كروما؟ ممكن، يعني إحنا عندنا في كلية التربية النوعية في جامعة عين شمس عندنا استوديو كروما، والحقيقة أنا كنت مؤسساه يعني مع زملائي. أعمله إزاي؟ بطريقة بسيطة وسهلة جدا. أنا محتاجة إيه؟ محتاجة شوفوا
انا هقول لكم على الصح وهقول لكم برضو على اللي احنا ممكن نمشي بيه امورنا. ممكن اجيب قماش اخضر، الاخضر الفسفوري طبعا هو الاشهر في الكروما، هو الاخضر والازرق. احنا بنستخدم غالبا اخضر، يعني مش لسبب، الاخضر والازرق هما الاثنين زي بعض لكن بنستخدم الاخضر. هتشتري كده حسب ما انت عايز القماش يكون اخضر فسفوري. تغطي بيه ايه؟ تغطي بيه الجدران، الحيطه، حيطه واحده والارضيه. وخلي بالك كويس قوي انها ما تكونش مكرمشه، لازم تكون مفروده كويس، تكون مشدوده كويس قوي، تكون ما فيهاش تجاعيد. اي ظل عليها هيظهر عندك في الفصل، فخلي بالك. طيب انا حطيت الكرومه، القماشه بتاعت الكرومه، انا ممكن اعمل ايه كمان؟ على فكره شفت على الانترنت ان في ناس استخدموا ورق اخضر، لوح ورق اخضر، اخضر فسفوري. احنا ملتزمين بقى بالالبلون يعني، فبأبسط الطرق. لكن ليه خليناها الجدران والأرضية؟ علشان لما الممثل هيقف هيقف بالطول. لكن لو استخدمت قطعة فهيبقى أنا كده بقسمه، باخد منه جزء. فالأحسن علشان يظهر ليك كأنه حقيقي، فخلي الجدار والأرضية تبقى بالكرومة. طيب أنا دلوقتي جبت الكرومة وثبتها، وماشي الكرومة وثبته. وعلى فكرة هو بيتباع على الانترنت، وبيتباع في الأزهر، وبيتباع في كل حتة، مش معضلة أبدا. موضوع انك تلاقيها سهلة. بيتباع كمان على الانترنت، ممكن أطلبه وبيجي لي لحد عندي، وموضوع بسيط. حطيت القماشة الخضراء والجدار والخلفية وشدتهم كويس قوي، مفيش ظلال، مفيش حاجة اسمها حد يمشي عليها ويبهدلها، لا معلش. لكن في المعمل كنا بنعمل كده، لازم نحافظ عليها جدا. طيب اعمل ايه بعد كده؟ انا لازم اعمل اضاءة للكرومة، فبعمل اضاءة مخصوصة بثبتها قدام الكرومة. طبعا ما بتكونش موجودة قدام الكاميرا، بتبقى موجودة على اليمين وعلى اليسار، بتبقى محطوطة بزوايا معينة بحيث انها ما ترميش ضوء، ما ترميش ضل، سوري، ما تعملش ضل. وبعدين نورت الكرومة، أعمل إضاءة كمان للممثل بقى أو للشخص اللي هيقف. الشخص ده محتاج إضاءة للجسم بتاعه، طبعاً بيبقى يعني أنواع الإضاءات بقى، يعني بتبقى إضاءة من وراء للخلفية وإضاءات من قدام. خلاص نورت الشخصية، اتأكدت إن مفيش ظلال. ده عشان إيه؟ يعني مفيش ظلال علشان إحنا بنعمل كرومة بسيطة. وبعدين هو بيتباع برضو ان بتبقى فيه كده كشافات كبيرة زي ما حضرتكم شايفين في الصورة. الكشافات دي بيبقى قدامها فلتر عازل، انا ممكن انا اعمله بورق كلك بحيث ان يبقى الضوء يتوزع على الممثل وعلى الكروما، ما يكونش مباشر فيرمي ظلال. يعني اللي بيخليها الاضاءة ما ترميش ظلال ان الضوء ما بيكونش مباشر، فدي برضو مهم ان انا تبقى متوفرة عندي. طيب محتاجة ايه كمان؟ محتاجة كاميرا. كاميرا عادية بقى، من يعني بما اننا مش بنعمل فيرتشوال استوديو بمعنى الحرفي، انا باخد نوع، على فكرة اللي انا بقوله ده هو نوع من انواع الفيرتشوال استوديو ومتاح، يعني بيبقى اسمه فعلا فيرتشوال استوديو، هو فعلا فيرتشوال استوديو، لكنه بيبقى نوع من الانواع زي ما كنت بقول لحضراتكم، صنف من الاصناف اللي بيكون اولي، من الاصناف الاولية. خلاص انا حطيت الكرومة، حطيت الاضاءة، ظبطت الإضاءة بتاعتي، وابتديت. لازم يكون المكان كمان عازل للصوت، يعني مهم قوي إن ما يكونش فيه أصوات بتأثر على الاستوديو بتاعي أو على المكان اللي أنا عاملة فيه الكروم. أبتدي أجيب الكاميرا بتاعتي وأبتدي أصور. طب دي الكاميرا دي لازم يبقى فيها الأبعاد 3، الإكس والواي والزد؟ لا، لأن أنا بعمل يعني نوع بسيط من الفيرتشوال استوديو، فأنا بستخدم كاميرا عادية، كاميراتنا العادية. بعمل ايه؟ بوقف الممثلين بيبتدوا يقدوا الحركات بتاعتهم. يقدوا الحركات بتاعتهم ازاي؟ بدون ما يتحرك كتير، ما يتحركش كتير. ممكن اخليه يعمل ايه؟ اخليه يبص لفوق، وزي ما قلت لكم امشي من فوق مثلا سحاب، كواكب، طيارة. ممكن اخليه يعمل رياكشن ان هو اتخض فاطلع من تحت رجله مثلا بركان مثلا.
اخليه انا حسب السيناريو اللي انا كاتباه عايزه الاحداث اللي انا اخلي الممثل بتاعي يمثل ان هو شايف الحاجات دي. طيب انا ممكن ان انا اساعده ازاي بان انا بحط له اكسسوارز بتساعده مثلا هنا هيكون انا هفصل هنا وهحط مكانها ترابيزه فبحط له كرسي وبحط له عليه قماشه من قماش الكرومه وهنا هفصله. عايزه الممثل او السيناريو بتاعي مكتوب في انه جزء من الممثل مش هيبان فبلبسه جزء من الكرومه واصوره بحيث انه هو انا بعد كده هفصل الجزء ده بعمل له فتحه في الباب وهنا هيخش من هنا فببتدي ان انا اعمل الشكل بتاعي زي ما انا زي ما السيناريو زي ما خيالي يجيب بعمله. طبعا ده بيتوقف برضو حسب الممثل والسيناريو بيطبق السيناريو اللي انا بقوله عليه. طيب مش عارفة ناخد ده كمان ولا تحبوا نكمل؟ طيب نكمل احسن عشان الوقت. طيب انا مش هقفل ولا حاجة، انا بس هقفل البرزنتيشن وهنخش مع بعض عند البريمير. هو اكيد حضرتكم طبعا شايفين معايا دلوقتي، فطيب تعالوا كده نشوف مع بعض انا محتاجة ايه علشان اعمل فيرتشوال استوديو بسيط بتاعي. محتاجة اصور ممثل او ممثلين يأدوا الحركات في استوديو الكروما. دكتور ايوه اتفضل. حضرتك دلوقتي عملت شير للبريمير ولا لسه؟ لا لسه، هو كده مش باين. لا هو مش باين حضرتك، تضطر هو باين جوجل تاني يا فندم. باين جوجل؟ لا 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 هو اليوتيوب بس، قصدي الباور بوينت بتاع حضرتك. طيب حاضر. طيب حاضر حضرتك في الشير وبعدين تفتح من اول وجديد يا فندم. تمام تمام ماشي. طيب دلوقتي انا فتحت البريمير. انا فتحت البريمير الاول. اه بيحمل معايا دلوقتي. تمام. انا ليه الاول عايزه بس نفرق، انا دلوقتي صورت خلاص. طيب انا دلوقتي صورت في الكروم، انا كتبت السيناريو وقلت الممثل هنا هيعمل كذا وهنا هيعمل كذا وهنا هيبص كده وهنا هيتفاجئ وهنا هيتخض وهنا مش هيتحرك هيتكلم هيقول كذا لشخصيه افتراضيه موجوده قدامه وهكذا، كل واحد بقى حسب خياله يعني. صورت اعمل ايه؟ اعمل ايه بعد كده؟ ابتدي اجهز الخلفيات ال 3 دي بتاعتي. اجهزها ازاي؟ زي ما كان زميلنا بيسال دلوقتي، انا دلوقتي لو كتبت على على اليوتيوب لو كتبت على اليوتيوب تعالوا يعني معايا دلوقتي زي ما كنا بنخش كده على المنتاي، تعالوا نخش على اليوتيوب ونكتب يعني ممكن تكتب بالعربي وممكن تكتب بالانجليش، اكتب كروما حيوانات. واحنا لسه بس قبل شايفين ادوب بريمير. ما انا مش عارفه اخش. هو هتضطر حضرتك كل ما تيجي تعملي حاجه شير يعني حاجه دي وقف الشير واعيده تاني. حاضر. طيب يا فندم. طيب تعالوا كده نخش على اليوتيوب ونختار مثلا نكتب كروما هنا، نكتب مثلا كروما انيمالز. شايفين حضراتكم كتبت في اليوتيوب عادي جدا كروما انيمالز فظهر لي انيمالز
مجهزين على خلفية خضراء. أقدر أن أنا أعملهم داونلود وأستخدمهم في الفيلم بتاعي زي ما أنا عايزة، جاهزين أهو. طيب أنا عايزة كروما لبيبل مثلا، ظهر لي أهو مجموعات شخصيات لايف، يعني أقدر أخلي الشخص الممثل اللي بينفذ السيناريو بتاعي يتفاعل مع أي حاجة منهم. طيب أنا عايزة أعمل مثلا امبارح كنت بدور على ايه مثلا، واخدين بالكم ان في حاجات فري بلاندس، هي اي حاجه، اي حاجه هتخطر في بالي هلاقيها يعني. وفي بقى مؤثرات كتيره جدا، المهم ان هي موجوده على خلفيه كروما. يعني انا دلوقتي الشرط الاول اللي موجود عندي عشان اعمل الفيرتشوال استوديو ان يكون عندي شخص اتصور في كروما، تمام، اللي كتبت السيناريو بتاعي وخليت الممثل بتاعي ينفذ اللي انا بقول له. انت هنا هيظهر لك قرش، فاعمل تاثير انك انت شايف القرش قدامك، هنا هيبقى في طياره، هنا في انفجار، هنا في، وهيادي الحركات اللي انا قلت له عليها وانا صورته، خلاص تمام. ابتدي الحاجه الثانيه ان انا اجهز العناصر الافتراضيه اللي انا هحطها معايا. انا محتاجه حيوانات، محتاجه كواكب، محتاجه اي حاجه هتيجي في خيالك، فروتس مثلا، فيجيتابلز، اي اللي انت عايزه هتلاقيه على، اكتب كروما واكتب جنبها اللي انت عايزه هتلاقيه. ستريت مثلا، في الستريت وفي الشوارع هتلاقي، مفيش حاجه في روبوتات، كل اللي انت عايزه هتلاقيه، مفيش حاجه مش هتلاقيها. اوكي دلوقتي عندي الركن الاول اللي هو شخص في كروما صورته. الحاجه الثانيه اللي هي العناصر الافتراضيه لقيتها، عندي كرتون، عايزه شخصيات كرتونيه، عايزة أطفال، عايزة كبار، عايزة كلاس روم. اللي أنا عايزاه هلاقيه في الكروما، خلاص، على اليوتيوب هلاقي اللي أنا عايزاه. هذه الحاجة التانية موجودة عندي. طيب أعمل إيه بعد كده؟ طبعاً أنا يعني علشان الوقت فجهزت حاجات. أنا برضو هوقف هنا الشير وهروح عند تعالوا بقى نروح عند البريمير ونبتدي. الحقيقة أنا كنت بس عايزة أعرف هل يا ترى معاكم جاهزين البرامج ولا لأ، وهذا كان عايزة أعرف. هو أغلب يعني في كذا سؤال جالي قبلها، في ناس ما عندهاش خبره شويه، فاضطرينا ان احنا نعمل الحكايه دي بدون عرض البرامج. فان شاء الله حضرتك تشرحي وما هيعرفوا ايه البرامج المطلوبه لانهم لسه في البدايه. طيب طيب تمام، طيب خلاص. طيب حضرتك تبعتي بس لو في اسم البرامج هتكون هلو وعملت ايه البرامج. حاضر. طبعا هو انا البرامج اللي انا بتكلم عنها دي يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني طبعا مش برامج شويه، يعني بريمير والافتر افكت ده طبعا برامج عملاقه من مجموعه ادوبي، لكن انا اقصد استخدامي ليها اللي هقوله دلوقتي البسيط، الاستخدام البسيط. انا طبعا كنت مجهزه وفاتحه البرامج من قبل الورشه ما تبدا علشان الوقت، يعني بياخد وقت ان مجموعه برامج تقيله شويه. فانا دلوقتي ده برنامج البريمير، انا هستخدم النهارده برنامجين، برنامج البريمير وبرنامج الافتر افكت. طب وانا ليه هستخدم برنامجين؟ برنامج البريمير هو علشان اجمع عليه للتجميع، برنامج الافتر افكت علشان بس اعمل مؤثرات بصريه وفصل الكروما والحاجات دي. الافتر افكت مش علشان اكمل عليه الشغل بتاعي واطلعه بشكله النهائي، لا، انا بس علشان افصل الكروما واحط عليه مؤثرات بصريه. طب وانا ما ينفعش افصل الكروما في البريمير؟ ينفع، لكن عشان احط مؤثرات بصريه واحط بقى افكتات فلازم استخدم الافتر افكت. بس بعمل الاول
البريمير بقى احط مثلا اجمع عليه كل الملفات بتاعتي، فصلت الشخص اللي انا صورته في الكرومه احطه في البريمير، فصلت الاسماك او الحيوانات او الحاجه اللي انا هستخدمها مع المعلم او مع الشخص ده فبحطها بجمعهم في البريمير، هحط اصوات هحطها في البريمير، اللي انا احط تكست احطه في البريمير. امال انا هعمل ايه في الافتر افكت؟ هعمل بس تاثيرات. طيب احنا لما بننزل ساعات كده اجي انزل من على اليوتيوب كروما لانيمالز مثلا، فصحيح هي بتكون فري، لكن بيبقى فيه في الاول بيحط لي اعلان، اعلان عن الشركه اللي انتجت الجزء الفري ده. طبعا انا لازم احترم الكوبي رايت بتاعت الحاجه اللي انا بستخدمها، لكن في حاجات انا بتكلم على اللي بتبقى موجوده فري، فهو عشان فري فبيحط لي اعلان في الاول، فانا عشان اشيل الاعلان ده ما انا لازم اشيل اقص منه الاعلان ده قبل ما استخدمه. فانا هعمل ازاي؟ في البريمير بستخدمه في ان انا اقص. اعمل ايه؟ طبعا عشان هو مفتوح فانا من بريمير، في البريمير فايل نيو بروجكت، وهبتدي اظبط الاعدادات بتاعتي، هكتب اسم الملف والمكان اللي هحفظ فيه الشغل بتاعي هنا، وبعدين عايزة الريندر بتاعي يبقى النوع بتاعه ايه. أنا طبعا انا عشان بستخدم البريمير 2020 فهو حديث شوية، فحطيت لي اوبن سي ال فكتر خيره حديث، حطيت لي الكود، حطيت لي الفورمات، طبعا احنا بنستخدم التايم كود في الاوديو، بعدين يعني بظبط الاعدادات بتاعتي واقول له اوكي هيفتح لي البريمير. مش عايزين نتخض من شكل الشاشات اللي بتظهر لنا، استخداماتها بسيطة جدا، هو بس يمكن اللون الاسود اللي بيخلينا نهاب الشاشات مع عدد كترها بتبقى كتيرة جدا، لكن الموضوع بسيط. طيب احنا دلوقتي زبطنا اعدادات الملف وهنبتدي ان احنا نعمل امبورت لل هو اصلا انا جهاز النهارده عندي البرامج بتهنج شويه فما بيطلع ليش الشاشات كامله، بس ده عادي بيحصل في الورش فاعذروني. انا ممكن اعمل ايه؟ اعمل فايل امبورت واجيب الملفات بتاعتي من المكان اللي انا حافظاها فيها، اللي هي ايه الملفات بتاعتي؟ ان انا عندي الشخصيه، الشخص الممثل اللي مثل السيناريو بتاعي اللي كان ليه تاثيرات وانفعالات انا كنت قصدها ان هو يعملها، وبعدين بجيب الباك جراوند اللي انا اخترتها والكروما اللي هتساعدني، كل حاجه انا بحطها هنا. لكن الحقيقه انا هختصر شويه وبحب ان انا اشد الحاجه اللي انا عايز احطها واحطها هنا على طول، زي مثلا دي كده. انا فتح لي الافتر افكت، هنلخبط بقى هنا في البريمير اهو. مش عارفه هو النهارده مهنج ليه. معلش هي البرامج دي بتبقى تقيلة جدا وبتبقى محتاجة أجهزة بإمكانيات. أهو الحمد لله هيبتدي ينطق أهو. أهو الحمد لله خدت الفيديو عملت له إمبورت ونزلته هنا عندي في الشاشة بتاعت البروجكت ده. أنا منزلاه من على اليوتيوب للكوبي رايت بتاعته، وأنا ممكن إن أنا أستخدمه. يعني معلش هو النهارده مهنج شويه بس تمام. اوكي اهو انا دلوقتي نزلت الملف بتاعي اللي انا خدته من على اليوتيوب عندي في الشاشه
والله يعني هي برامج لطيفة جدا. يعني للناس اللي ما عندهاش فكرة، أنا عندي القوائم الرئيسية بتاعتي، عندي شاشات رئيسية كده، الشاشات الرئيسية اللي أنا بنزل فيها الملف الأول، ملفاتي بجمع زي اللايبراري بتاعتي، بجمعها فيها، بحط كل الملفات اللي هشتغل عليها، وبعدين أبتدي أسحبها وأحطها في التايم لاين. طبعا دي شاشة البريفيو اللي بتخليني أشوف بريفيو للفيديو بتاعي، ده الجزء ده الزيادة زي ما حضراتكم شايفين كده. وابتدى يظهر لي بقى الكروما من أول هنا، فأنا عايزة أمسح الجزء اللي فات لأنه مش هينفع معايا، أعمل إيه؟ فأبتدي إن أنا معلش أنا برضو بتعامل على إن أنا يعني حضراتكم عارفين فأعذروني، يعني أنا بتكلم سريعاً طيب تعالوا نتكلم في الأدوات. جبنا الأول الأدوات، أنا بعمل إيه؟ أنا بحاول إن أنا أرجع شوية علشان أقص الجزء ده، شايفينه؟ طب أنا برجع بإيه؟ برجع بالثانية، يعني بيرجع لي ثانية ثانية علشان أقص مظبوط. أنا الفيديو ده مشكلته معايا إن أنا عايزة أقص منه الجزء ده، هو ابتدى يظهر أهو الأسود ده، أيوة قص لي بقى من أول هنا. فأنا عايزة أقص الجزء اللي فات، أنا نزلته من على اليوتيوب وكان في جزء في الأول أنا مش محتاجاه، أو ممكن ساعات في اليوتيوب ينزل لي أكتر من إفكت في فيديو واحد، وأنا أكون محتاجة منه إفكت واحد بس. أعمل إيه؟ عادي جدا أجيبه على البريمير وهستخدم الأدوات بتاعتي أهي، دي الأدوات اللي أنا بقص بيها، هستخدم الرازر تول وهاجي عند بالظبط المكان اللي أنا هقص عنده وهضغط ضغطية واحدة بس، خلاص قسم لي الملف 2. ما قسمش الملف بس هو مهنج. معلش أنا فتح أفتر إفكت أنا فتح برامج كتير وهو معذور الحقيقة. هو الدكتور لما حضرتك عملت حتى الشير هو في زي ما يكون في جليبل موجود على تحت على التايم لاين، مخبي التايم لاين ومخبي الحاجه بتاعته. انا مش شايفه، مش عندي. وقف الشير ورجعي تاني مع اذن حضرتك. تمام، كده ظهر كده افضل، كده واضح اكتر. كده واضح اكتر يا دكتور. طب تمام، انا بس كل اللي انا عملته ان انا سحبت الفيديو بتاعي حطيته في البروجكت اللي انا بجمع فيهم كل الشغل بتاعي، ولما بضغط عليه ضغطه واحده بيظهر لي الفيديو بيشتغل فعلا في البريفيو. دي ادوات بتاعه البريفيو، بيخليني كده اشوف الشغل اللي انا بعمله، بيبقى مثلا ده زرار بتاع بلاي يوريني، يعرض لي اهو زي ما حضراتكم شايفين، هو ده الفيديو، ده مش اوله، ده كان اوله كده زي ما كنت قلت لكم، هو فري لكن الشركه اللي انتجته او الشخص حتى اللي انتجه عامل لي اعلان في الاول، وبعدين ابتدى يحط لي اللي انا اقدر افصله، الحاجه اللي انا ممكن مثلا انا هصور نفسي وانا واقفه وقدامي مايكات بتاعه نشرات الاخبار مثلا. طب انا ممكن استخدم الزرار ده كده، هوقف كده بلاي ستوب بلاي، اقدر اقدم بيقيس بالثانيه، طبعا هو بيقدم لي بالثانيه عشان كده احنا مش ملاحظينه، اقدر ارجع بالثانيه برضو. شوفوا حضراتكم هو معمول متصمم، اللي مصممه عامل فيه حركه الزوم، فانا ممكن اخد منه الجزء اللي انا عايزاه بس زي ما انا عايزه. المهم ان انا دلوقتي هقص الجزء الاسود ده، انا مش عايزاه، فاعمل ايه؟ حددته بالظبط، جيت عند الجزء اللي انا عايزاه بالظبط ورحت. معلش بقى هو الجهاز النهارده تقيل جدا. المهم ان انا وقفت عند الجزء اللي انا عايزه اشيله الاسود، اول بدايه الجزء الاخضر، ووقفت عنده واستخدمت الادوات الرازر تول علشان اقص. اول ما باخد اداه شبه السكينه دي، اول ما بقف بيها عند المكان اللي انا محتاجاه بيقص ويفصل لي، واعمل ديليت وامسح الجزء اللي انا مش عايزاه. طب الجزء اللي انا عايزاه اقدر ان انا اعمل له فصل للكرومه،
طيب يعني خلينا كده ايه نروح للمهم شويه. البريمير بسيط ولو تحبوا اعمل لكم ورشه في البريمير ما عنديش اي مشكله، لكن هدفي من البريمير ان انا بجمع فيه الشغل بتاعي، هو اللي بيطلع لي الشكل الفيلم في شكله النهائي. طب قال لي انا عايزه، خلينا بقى في الفيرتشوال استوديو نفسه، هعمل ازاي الافكتات؟ انا محتاجه اعمل افكتات، يبقى اقفل بقى البريمير كده، خليه يخف شويه. انا بس كنت محتاجاه في اني اقص ازود اعمل يعني كده. طب اوكي شيرينج، تعالوا بقى نروح لصاحبنا اللي هو هيعمل لنا المؤثرات، بس ربنا يهديه. دلوقتي في الافتر افكت انا برضو مجهزه فيديوهات على طول. خد ايه انت فين؟ هنا هحطها عندي في البروجكت. يلا بقى، هو هيجيبه بعد شويه، بس انا مش عارفه ازاي هيحمل اكتر من حاجه. ناخد دي كمان، الخلفيه دي. يلا بقى اشتغل. انا هحاول اقفل البرامج علشان يسرع شويه. طبعا هي البرامج اساسا تقيله جدا، فمحتاجه اجهزه قويه جدا. بس بقفل البرامج عشان يحمل اسرع. طيب تعالوا، احنا دلوقتي فتحنا برنامج الافتر افكت. معلش، هو انا اللي نسيت اعمل خطوه. اتلبخت. البرنامج من قبل كده بتاعة الخصائص، البرنامج هو لازم يسألني اللي هتعملي على البريمير بالإفكتات، عايزة تكون البيكسلز بتاعته قد إيه، عايزة يكون الـ هتعرضيه على اليوتيوب ولا هتعرضيه على شاشة سينما، عايزاها 4K ولا عايزاها 2K. يعني بيبتدي يسألني على حاجات أنا لازم أن أنا أكون محددها ليه من الأول. بس بما أني أنا كنت فتح البرنامج من الأول، فهو ما ظهر ليش القائمة دي. طب أعمل إيه من الأول كده؟ عادي جدا، القائمة اللي كانت هتظهر في الأول ممكن تظهر دلوقتي. أجيبها منين؟ من قائمة Composition. هعمل New Composition، هيك ظهرت لي هاي الخصائص، هي اللي كانت هتظهر في الاول. طيب انا هسميه مثلا، هسميه كذا، وبيبتدي بقى ان هو يسالني عن الخصائص بتاعته برضه. وهنا فيرجن، معلش يعني كنت يعني مش مساعدني ان انا اشرح مهمه في البريسيت. دلوقتي انا عايزة المشروع بتاعي يبقى كم بيكسل، بيديني لحد زي ما انا عايزة. عايزة هعمل الفيلم ده على مثلا يو اتش دي، هحطه اتش دي تي في، بيديني اوبشنز بال زي ما انا عايزة. بس طبعا بما اننا يعني بنستخدم مثلا هرفعه على اليوتيوب، او حاجه افضل حاجه بستخدمها اللي هي 1080 اللي هي البكسل في 29 و 97 اللي هم يعني ده ايه دول، اللي هو 1080 اللي هي كم بكسل، عايزه كم بكسل في كم فريم، ال 29 و 97 دول اللي هم عدد الفريمات، عايزه كام فريم ويكون في كام بكسل، فده انا بحدده. واللي هو يعني اللي احنا بنشتغل عليه بيبقى 1080 في 29 و 97.
طبعا انا بختار بقى حسب المنتج بتاعي اللي انا هنتجه. هنا دايما بخلي الريزولوشن, مش دايما, لو انا شايفه ان انا الجهاز بتاعي امكانياته ما مش يعني فانا ممكن عايزه الريزولوشن تبقى الجوده بتاعته اللي بتشتغلي بيها على البريمير قد ايه, مش اللي هتطلع. فدي برضو ممكن لو انا الجهاز بتاعي بطيء شويه فانا مش لازم اخليها فول, اخليها كوارتر او اخليها هاف زي ما انا عايزه. ده مش هيأثر على جوده الفيديو, لكن باثناء الشغل بتاعي على الجهاز بيبقى اخف شويه. انا هخليه هنا هاف. محتاجه ايه كمان؟ هي دي اهم حاجه كنت عايزه اقولها. لا معلش انا اسفه, انا برضو المفروض ان انا اخليها اتش دي في, انا اخترتها غلط. اتش دي في 1080 في 2997, مش دي في سي, ده حسب نظام العرض بتاعه. اتش دي في 1080 في 2997, انا كده تمام, اللي هي بتبقى 1440 في 1080 كده صح. الطول والعرض, الارتفاع الطول والعرض خلاص تمام. هنخلي الخلفيه سودة تمام, هقول له اوكي. ما تتخضوش للمرة المليون من شكل البرنامج, هو مش برنامج بسيط لكنه يعني لو حبيناه هنشتغل عليه حلو قوي. القوائم الرئيسية بتاعته الفايل, اقدر اعمل نيو بروجكت, اعمل اوبن للبروجكت الموجود وهفتحه, هعمل امبورت, اجيب العناصر اللي انا عايزاها من برا, اعمل اكسبورت, اخرج الملف بتاعي بعد ما اخلص. انا بقول لكم اهم الحاجة اللي موجودة فيه الايديت, بعمل ايديتنج ليها تفاصيل يعني ليها شرح. الكومبوزيشن ده اللي انا جبت منه نيو كومبوزيشن وابتديت اغير في الخصائص بتاعه الملف بتاعي, فده الكومبوزيشن ده مهم جدا. اللاير هنجيله بعد شويه, الافكتات هنجيلها بعد شويه, الانيميشن والفيو دي محتاجه لها 10 ورش. تعالوا نشوف الادوات اللي هنا. السهم ده اللي بيخليني اتحكم في ده, اللي بحرك بيه هو السهم ده, السهم ده اللي بحرك بيه, بستخدمه في اني بحرك بيه. اليد دي اللي انا هنا لما بعرض الفيديو بتاعي فبيكون ممكن الشاشه كبيره قوي, فانا بستخدم اليد علشان احرك بيها لما بكون عندي بكبر وبعمل زوم علشان اعمل افكت في حاجه معينه, او بعمل فصل في جزء معين فانا محتاج الجزء ده اشوفه كويس قوي, فانا بكبر قوي بالعدسه دي فببتدي استخدم اليد في اني انا احرك بيها. الاداه بتاعه الروتيشن طبعا يعني طبعا هي دي محتاجه شرح كتير. ممكن اكتب, ممكن الريكتانجل ده برضو ليه اداه يعني ليه شغل هنستخدمه. الكاميرا بقى والحاجات دي ده شغل ثاني خالص يعني اكبر كتير. هعمل ايه دلوقتي؟ انا محتاجه القايمه دي اللي فيها البروجكت وفيها الافكت كنترول, محتاجه التايم لاين بتاعي. ده التايم لاين هنا هيظهر لي البريفيو, وهنا بخلي دايما عندي فت علشان اقدر اشوف الشاشه بتاعتي كلها. هتظهر لي هنا برضو الادوات بتاعه البريفيو الاول ما هجيب الفيديو. هجيب الفيديو ده بتاعتي ازاي؟ عن طريق ان انا بعمل امبورت و امبورت فايل وبيجيب لي ملفاتي. انا ما بحبش اعمل كده عشان انا هجيب حاجاتي بسرعه. انا كنت عايزه ده احطه هنا. هو موجود عندي, انا عايزه شاشه البروجكت. البروجكت شفت انا جبتها منين؟ من السهم الصغير ده علشان اجمع فيها الشغل بتاعي. فانا اهم حاجه عندي اسمي الليارات بتاعتي واخلي بالي انا واقفه على ايه. فانا هعمله ده رينيم وهسميه الشخصيه الحقيقيه, او الشخصيه شخصيه كرتونيه, سميه كرتون. طيب وبعدين هجيب كمان, مش عايزه الخبطكم بس, وبعدين هجيب الخلفيه هحطها عندي, وعايزه كمان شخصيه لايف.
معلش طبعا ده كده مثال كده يعني مش بعمل بيه شغل معين لكنه مثال. طيب انا دلوقتي اقدر حطيت الشغل بتاعي هنا في قائمه البروجكت، هشوفه ازاي؟ انا اول ما هضغط عليه هتظهر لي الشخصيه اللي انا عايزاها. انا كنت انا سحبت، ممكن امسحه ده وارجعه تاني، بتحط كده ايدي شدته يعني بالغلط. فانا دلوقتي عندي شخصيه كرتون وعندي دي ايه اشوفها ازاي؟ دي الشخصيه الحقيقيه، هعمل لها رينيم هنا حقيقي. دي ممثله برضو انا جايبها من على اليوتيوب اللي هي بديل الشخص اللي انا هخليه ينفذ السيناريو بتاعي. وفي الكروما هنا الخلفيه، ترتيب الليارات كمان مهم جدا. طيب تعالوا بقى ايه نمسك الشخص ده الكرتون الاول، يعني طبعا كل واحد حسب ما هو عايز يشتغل. انا مثلا حطيت سحبته من البروجكت وحطيته تحت عندي في التايم لاين. اعمل ايه بعد كده؟ انا عايزه دي مساحه العمل بتاعتي، هو صغير، اعمل ايه علشان اكبره؟ فاهو اللاير بتاعه اهو كرتون في التايم لاين، في جنبه سهم صغير، هفتح السهم الصغير ده هلاقي فيه هنا ادوات، هفتح عند الترانسفورم وهروح عند السكيل والبوزيشن. السكيل زي ما حضراتكم شايفين بيكبر، اهو كبر لي الشخصيه بتاعتي والفيديو بتاعي. البوزيشن بيحركه لي يمين وشمال زي ما انا عايزه. الروتيشن بيلفه لي الاوبستي عشان الشفافيه. فانا عادي جدا انا ممكن استخدم السهم ده علشان اظبطه زي ما انا عايزه. لا مش مظبوط، فانا ممكن ان انا ايه اعمل من الادوات اللي موجوده عندي تحت. طيب انا دلوقتي نزلت الشخصيه الكرتونيه، كرتون اهو، وعايزه ان انا افصله، اشيل بقى الخلفيه الخضرة دي. اعمل ايه دلوقتي؟ انا قدامي يا اما ان انا احط وراه الخلفيه او ان انا هفصله الاول. فانا يعني اسمحوا لي ان انا هفصله الاول وبالراحه كده. انا واقفه على الكرتون اللي هو الشخصيه الكرتونيه ده، اتاكد ان انا واقفه على اللير ومسمياه بالاسم اللي انا عارفاه. اروح عند قائمه افكت واختار من قائمه افكت كينج. لو سمحتوا لو انا سريعه قولوا لي لان انا بحاول ان انا ابطئ نفسي شويه. وبعدين اروح عند الكي لايت، انا هسيبها لحضراتكم كده شويه عشان تشوفوها. من قائمه افكت هختار كينج وبعدين هختار كي لايت. خلاص خلاص اوكي، انا اخترتها، ظهرت لي اهي في الافكت كنترول. هي فين الشاشه دي؟ هي كانت فين؟ ادي البروجكت اهي اللي انا كنت منزله فيها الملفات بتاعتي وجنبها الافكت كنترول. طب لو انا عايز ارجع للبروجكت الثاني اقدر عادي جدا ان انا ارجع له، ان انا بضغط عليه. استنوا بس عشان ما لخبطش الدنيا، هعملها حالا. خلينا بس الاول نركز. جبنا الفيديو بتاع الشخص اللي فيه كروما، رحت عند قائمه افكت، اختار من افكت الكينج ومنها اخترت الكي لايت، فظهرت لي الشاشه دي في الافكت كنترول. هعمل ايه؟ هختار من عند سكرين كلر القطره دي وهسحب اللون. خلاص لو انا دلوقتي عندي باك جراوند هو الشخص كده خلاص اتفصل. طب تعالوا بقى ناخد نرجع بقى للبروجكت اهو، وهاخد الخلفيه وهحطها تحتيه. شايفين اهو الشخص بقى شفاف وبقت وراه الخلفيه. طب الخلفيه صغيره، اعمل ايه؟ اروح عند الخلفيه اللي موجوده في التايم لاين واقف عليها احددها، ومن السهم الصغير افتح السهم الصغير هلاقي ظهرت لي قائمه ترانسفورم، اختار من الترانسفورم السكيل، اكبر السكيل بتاعها زي ما انا عايزه. طيب الشخصيه الكرتونيه دي كبيره عايزه اصغرها، اعمل ايه؟ اروح في التايم لاين اقف عليها وافتح السهم الصغير عند الترانسفورم واعمل السكيل بتاعها اصغر اهو. طيب انا عايزه اغير مكانه، عادي جدا اهو، مثلا هنا كبير صغير زي ما انا عايزه بقى. طيب انا كمان جبت معايا الشخصيه الحقيقيه، الشخصيه دي عايزاها هي كمان تبقى موجوده معايا، فانا هحطها فين؟ اكيد يعني فوق الخلفيه.
بس هي عشان خلفيتها خضراء فخافت لي الخلفية، فأنا هقف عليها اللي هي الحقيقية دي، وبرضو نفس الخطوات هروح عند الإفكت الكين، وهروح عند الكي لايت، ظهرت لي الأدوات، ابتديت أفصلها فظهرت أهي. أنا عايزاها إنها تبقى أصغر شوية، هبتدي بقى أتحكم في السكيل بتاعها، أصغرها أكبرها زي ما أنا عايزة. طبعا هي الفيديو بتاعها أساسا إن هي مش كاملة تلات أرباع، فأنا مثلا خليها هنا مثلا. طيب دلوقتي إيه رأيكم في الفصل؟ بسيط وسهل، حطينا خلفية وحطينا الشخصيات اللايف والكرتون، ولو الشخصية الحقيقية دي كانت متصورة من الأول على إن هي وشها الناحية التانية وبتكلم الشخصية الكرتونية كانوا عادي جدا هيتكلموا مع بعض. ها نكمل؟ طيب أستاذنك يا دكتور محمد، اللي ليه سؤال لحد هنا يسأل. هو احنا دلوقتي يا دكتور، احنا دلوقتي بين الساعة 6 إلى 5. له سؤال يا جماعة بعد ما حضركم نحضره. طب أكمل براحتك. طيب أنا بس علشان الناس اللي معاش برامجهم وأول مرة يستخدموا البرنامج، فعشان كده أنا بسأل بس مش أكتر. تمام، لو في حد من حضور الكرام عنده أي سؤال ياريت حضراتكم يرفع إيده في الشات عشان نقدر نفتح له المايك. لو الموضوع تمام عند الكل طب خلاص تمام مكمل. في معنا في حد اسمه جهاد تقريبا. دكتور تفضلي، هفتح المايك لحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. انا دخلت متاخر، فكيف ممكن اعرف تفاصيل البرنامج؟ لاني انا يعني حتى جديده على البرنامج. نعرف نفسنا في الاول بعد اذن حضرتك. غيداء عرفات من الاردن. تمام، تخصص او شو؟ معلمه تربيه اسلاميه. تفضلي فندم. والله يعني تعرف التفاصيل ازاي يا دكتور؟ حضرتك ساعدني في السؤال ده. يعني لا هي اظن ان الدكتور بتتكلم عن البرامج اللي احنا بنشتغل عليها. حق يا دكتور، انا بس بدي اعرف البرنامج اللي بتشتغلوا عليه هو لايش بالضبط. ده برنامج افتر افكت بيعمل تاثيرات بصريه، هو مسؤول عن التاثيرات البصريه. احنا دلوقتي جبنا شخص حقيقي اتصور في كروما، وشخصيه كرتونيه اتصورت في كروما، وخلفيه فيرتشوال، وبعدين بنحاول اننا نركبهم كلهم مع بعض. طيب هلا انا دخلت متاخر، كيف ممكن اخذ يعني اخذها من البدايه، اعرف التطبيق من البدايه مشان انا هلا دخلت؟ تمام استاذه ايده، بالنسبه لكل ورش يا جماعه اللي احنا بنعملها على ايمرج افريكا بيتم تسجيلها مباشره ويتم نشرها على قناه اليوتيوب بتاعتنا. انا هحط الرابط موجود، ويا ريت لو حضراتكم مثلا ليكم قبل ان تعملوا سبسكرايب للقناه يبقى احسن، لان القناه فيها فيديوهات باللغه العربيه. شكرا دكتور حضرتك على نشرك الرابط. تمام، هذه المتابعه لان فيها ورش كتير باللغه العربيه وباللغه الانجليزيه في مجال التخصص في تكنولوجيا التعليم. تمام، شكرا لكم. تم نشرها من احد الدكاتره الدكتور سليمان دلوقتي او حطها. شكرا لحضرتك جدا يا فندم، هي موجوده في الشات حاليا. تمام، شكرا. لو في اي سؤال تاني يا جماعه او اكمل عشان الوقت ويعني مش هطول، وبعدين نخلي الاسئله للاخر، ولا ايه راي حضرتك؟ هو في سؤال بس واحد اللي هو هل يمكن استخدام كامتازيا بدل البريمير؟ لا بس. طيب اكمل بقى، معلش يعني انا الوقت جري بيا. يعني دلوقتي احنا جبنا الشخصيه الحقيقيه والشخصيه الكرتونيه والخلفيه. دلوقتي مثلا انا عايزه اعمل ظل للبنت دي مثلا. اعمل الظل ازاي؟ انا علشان اعمل الظل لنفس البنت فانا اجي اقف عند اللاير بتاعها اللي انا مسميها حقيقي، وعايزه اعمله دوبليكيت. اعمله دوبليكيت ازاي؟ ان انا اعمل كنترول دي فعمل لي اللاير دوبليكيت مرتين. البنت دلوقتي موجوده، انا بالسهم اهو، بالسهم ده انا هحرك البنت اهي، وهستخدم اداه الروتيت في ان انا هعمل لها روتيت. انا هعمل ظل للبنت وهحطه هحركه وهخليه هنا تحت رجليها مثلا. طيب ما هو مش ظل كده، ومحتاج يصغر طبعا، محتاج تظبيط، معلش انا بعمل بسرعه. ممكن نخلي الظل الناحيه الثانيه اساسا ونعمل له روتيت كده وحسب اتجاه الضوء. انا لازم اخلي بالي بقى من الحاجات دي، يعني طبعا انا بتكلم بسرعه، حسب اتجاه الضوء بيكون الظل جاي منين علشان يكون فيه مصداقية.
مثلا ما كبيره جدا. انا هحط لها هنا ظل مثلا. فانا خدت عملت دوبليكيت لللاير واتحكمت في حجمه والروتيشن بتاعها. وبعدين هعمل ايه؟ اقوم اروح عند قائمه افكت. انا واقفه هو على انا هسمي ده ظل، هعمل له رينيم وهسميه الظل. الظل ده هروح عند قائمه افكت جنريت جنريت وهختار فل. ظهرت لي اهو الظل بقى باللون الاحمر. فانا عايزاه بما انه ظل فهيبقى اسود، اقول له اوكي فخلاه لي باللون الاسود. طبعا هو شارب جدا، انا علشان اقلل من الشارب ده هفتح السهم اللي موجود في التايم لاين وهختار منه بلور من الافكتس بلور. مش شايفه بلور. طيب عادي جدا ان انا ممكن اقلل الاوبستي بتاعته واخليها. شايفين الظل اهو ابتدى لونه يتغير لحد ما هيوصل لاتجاه الضوء، وراعي بقى اتجاه الضوء وراعي شده الضوء وراعي الحاجات دي كلها. انا كده عملت ظل ماشي. طيب عايزه اعمل تصحيح لوني للصوره بحيث ان البنت دي بشرتها تتناسب مع البنت لونها غامق شويه، فعايزه تتناسب مع الخلفيه بتاعتها. فانا محتاجه ان انا اعمل لها تصحيح لوني. هعمل ايه؟ اقف عند اللير بتاعها برضو اللي هي اسمها حقيقي هنا، وهروح عند قائمه افكت. معلش انا ابتديت اتكلم بسرعه علشان الوقت. من قائمه افكت هختار الكلر كوريكشن وهختار كيرفز. وانا مثلا ايوه دلوقتي انا او بالنسبه للوقت احنا معانا وقت ان شاء الله على حسب وقت الحضور الكرام وعلى حسب وقت حضرتك ده اكيد يعني. وكمان لو في حاجه مش واضحه حاليا احنا ممكن نعمل ورشه ثانيه بعد اذن حضرتك لو الوقت متاح عند حضرتك. حاضر ان شاء الله. انا في حاجات كثيره ما لحقتش اقولها. تمام خلاص، يبقى احنا عندنا في جزء ثاني ممكن نبقى عاملينها الورشه ثانيه. يا ريت بس المعلومات اللي وصلت النهارده تكون كل الحضور الكرام استفادوا منها يعني وصلت لهم. ده اللي يهمنا ان احنا نوصل بكم معلومات كويس ليه. طيب انا دلوقتي بعمل تصحيح لوني للصوره، عايزه البنت دي لونها غامق. ايوه دكتور حضرتك بتقول حاجه. كنت كنت البوينت اللي حضرتك هنتكلم عنها وبعد كده نفتح باب الاسئله عشان ناخد 10 دقايق ماشي. يعني انهي؟ حاضر حاضر حاضر. طب خلاص خلاص انا حاضر. هعمل بس تصحيح لوني للبنت دي. فانا وقفت على اللاير بتاعها ورحت عند افكت، ومن افكت اخترت الكلر كوليكشن وبعدين كارفس، وظهرت لي الشاشه دي. الخلفيه بتاعتي لونها في الازرقات، فانا عايزه تبقى في البلو شويه. فانا طبعا بسيط جدا ابتدي ان انا اتحكم في الضوء اللي نازل على البنت عشان يبقى لونها يتناسب مع الخلفيه اللي هي موجوده فيها. بسيط جدا جدا مثلا. طيب انا هعمل ايه؟ انا خلصت مثلا، فانا هعمل ايه؟ انا عايز اعمل ريندر واخلص الفيلم بتاعي. فانا مثلا انا عايز 10 ثواني بس. طبعا هو الافتر افكت بيتعامل بالثانيه، مفيش حاجه اسمها ساعه دي ما يعرفهاش هو لانه بيعمل بس المؤثرات البصريه. فانا مجرد ان انا هقف على هسحب التايم لاين وعايزه مثلا من المشهد ده انا عايزه 10 ثواني مثلا. طيب هعمل ايه؟ انا عايزه اعمل له ريندر علشان اطلع الفيديو بتاعي. فهروح عند قائمه فايل و المفروض ان هو يعمل لي ريندر. يلا اشتغل بقى. طيب انا دلوقتي عايزه بس ال10 ثواني دول
اهو ابتدى اهو يتحرك. هروح عند قائمة فايل وهختار منها اكسبورت عشان اطلع الفيلم بتاعي بعد ما انا خلصت. هروح ل Add to Render كيو، وهنا تحت في عندي الاوتبوت، هختار المكان اللي انا هحط فيه الفيلم بتاعي، هختاره فين، هحطه فين، سميه مثلا كده اي حاجه، هختار المكان، وهنا هختار نوع الملف. ودي النقطة دي الحقيقة مهمة وأنا مش هقدر أجري منها، لأن أنا عايزني أطلع الملف بتاعي بصيغة إيه. إحنا غالباً بنختار الكويك تايم ده إذا كان عندك كويك تايم، إذا كان عندك على البرنامج على الجهاز برنامج الكويك تايم، لكن إحنا هنختار الـ AVI لأن ده المعظم موجود. عايزة الألوان تبقى إزاي، عايزاها ألفة وشفافة ولا عايزاها RGB؟ أوكي. وبعدين هختار المكان من الاوتبوت هنا كومبيو نيم، وهنا هقول له حطه لي مثلا على الديسكتوب، فهقول له شوز، وبعدين هقول له ريندر. بما ان انا مختاره بس 10 ثواني فان شاء الله يكون الريندر سريع. طيب هو دلوقتي هياخد وقته في الريندر وهيطلع لي الشغل النهائي اللي احنا عملناه. طبعا هي البنت بتتكلم وبتتحرك والشخصيه الكرتونيه بتتكلم، يعني انا كان المفروض ان انا كمان ادلكوا كمان المؤثرات البصريه، ما لحقتش اقول لكم عليها، اقول لكم عليها ان شاء الله المره الجايه. وبعدين اهو لسه بينزل الاي في اي هنا اهو. طيب على العموم انا كده خلاص خلصت، وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانية. وانا دلوقتي ممكن اسمع حضراتكم اللي ليه اي سؤال يتفضل. كل شكر وتقدير لحضرتك يا دكتور على تعبك معانا، وان شاء الله ان شاء الله ما تكونش الورش الاخيره، حضرتك تنورينا ان شاء الله في ورش كتيره قوي. ودلوقتي كل الحضور الكرام، بعد اذن حضراتكم لو في حد من الحضور عنده اي سؤال يا ريت يرفع ايده في الشات عشان افتح المايك، يفتح المايك بس بعد اذن حضراتكم يرفع ايده الاول. طيب انا شايف ان كل مفيش حد دلوقتي رفع يعني ايده. انا بتوجه لحضرتك الدكتور يا رب كل الشكر والتقدير على وجودك معانا ومفيدتك ان انت تكوني موجوده معانا في ايمرج افريكا. شكرا لحضرتك، شكرا وبشكر موجودين معانا يا جماعه. ايمرج افريكا دي تعتبر لينا الشرف ان شاء الله نختمها مع الدكتوره يارا النهارده. المره دي تعتبر دي اخر ورشه خلال سنه 2020، وهناخد لنا بس اسبوعين اجازه وهنبدا ان شاء الله في نص واحد. لكل الحضور اللي عاوزين يشوفوا الورش العمل اللي احنا شغالين بيها واللي احنا عملناها خلال السنه اللي فاتت، يا ريت كلكم تبعتوا يعني كل واحد فيكم بعد اذن حضراتكم ده الرابط الخاص بالقناه بتاعتنا، يعملوها سبسكرايب هيلاقي كل الفيديوهات القديمه والجديده اللي عليها. بعد اذن حضراتكم في تقييم احنا بنعمله مستمر، ده بنستفيد منه كلنا بحيث ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي المشكله اللي عندنا، ايه الاحتياجات بتاعت حضراتكم. انا برجو حضراتكم جميعا يعني بعد اذن حضراتكم الرابط ده مش هياخد 5 دقائق، يشوف لي الرابط ده ويعمل عمليه تقييم. اللي عاوز يتابعنا كمان على الفيسبوك بتاعنا، ده الجروب بتاعنا على الفيسبوك بيبقى عليه حاجات كتير قوي متخصصه تكنولوجيا التعليم والتعليم العالي، وده الرابط الخاص بالنسبه لينا. ولو في حد منكم يا جماعه عاوز يشوف الموقع بتاعنا اللغه الانجليزيه، هو ده energyafrica.net، وهيلاقي عليها ورش كتير وهيلاقي عليها برضو بعض الاخبار متعلقه بتكنولوجيا التعليم وبعض الكورسات. وده الموقع العربي اللي احنا بنشتغل عليه، هو موقع على جوجل سايت، هو بسيط شويه بس عليه مجموعه من الحاجات اللي احنا بنعملها فيها. مثلا حضراتكم هتلاقوا فيها مثلا مقترح ورش عمل، لو في حد من الفريق عاوز يشترك معانا بورشه عمل يبقى متشكرين جدا، وده الفورم اللي هيملاها. دورات احنا عندنا في دورات التعامل جدا اسمها الفاسيليتيتنج اونلاين، دي هتعمل في 2021، هتبقى عباره عن 4 مرات، هتدور على السنه على 4 مرات، من 25 يناير و17 مايو و2 اغسطس و18 اكتوبر. دي تعتبر دورات شورت كورس ده باعتماد من جامعه جنوب افريقيا اللي هي جامعه يونيفرسيتي اوف كيب تاون،
كل المشاركين اللي عاوزين يشاركوا فيها في فورم بتتملى، وبعد ما تتملى بيتم الرد عليها من الجامعه، وفي بعض الاحيان بيبقى في سكولارشيب عندنا، وفي بعض الاحيان في ناس بتدفع الفلوس بتاعتها على حسب لو ما نجحش في السكولارشيب. فده كل الايفنتات والحاجات اللي احنا عملناها، وبشكركم جميعا على وجودكم معانا في 2020 مع إيمرج أفريقيا بالعربي. ويا ريت لو في اي حاجه او اي كومنت او اي تعليق على عملنا يا ريت يبعت لي، ادي رقم الواتساب بتاعي. انا معاكم في اي وقت، يعني مستمع لكل اقتراحاتكم جيد، والايميل بتاعي كمان، بحيث ان لو في اي حاجه محتاجينها في مجال تكنولوجيا التعليم انا ليا الشرف. ومن جهه إيمرج أفريقيا احنا بنرحب بيكم، وبشكر جدا الدكتورة يارا، وبشكر كل الحضور الكرام. ولو في اي حد عنده استفسار او اي سؤال انا مستمع. يا ريت لو في حاجه نسمعها قبل ما نقفل اخر السنه. مفيش اي كومنتات خالص يا جماعه؟ طيب عامه دكتورة يارا حضرتك سامعني؟ حضرتك تمام. كل الشكر والتقدير لحضرتك، لحضرتك جدا يا دكتور، وشكرا ليكم، ونشوفكم ان شاء الله ان شاء الله العام القادم في ورش جديده. يعني احنا تحت امركم، وانا معاكم كل اي حاجه. الرقم تليفوني موجود مع حضراتكم، الايميل بتاعي موجود الشخصي، الجروب بتاعنا كله موجود. اي سؤال اي حاجه، وياريت بعد اذن حضراتكم التقييم، يعني عشان خاطر التقييم احنا محتاجينه جدا عشان نقدر نحسن من خدماتنا خلال العام القادم ان شاء الله. كل شكر وتقدير ليكم. دكتوره يارا مع حضرتك المايك. انا معاك. ايوه يا دكتوره اتفضل. انا معاك. انا بشكرك جدا، ويعني ختامها مسك. انا ما كنتش اعرف ان انا اخر حد في السنه، فيا رب تبقى محاضرتي النهارده كانت مفيده. الحقيقه هي التكنولوجيا موجودة دلوقتي في حياتنا، وكان مهم إننا نبص عليها وننوه ليها، ومهم إن الأبحاث تشتغل فيها. أبحاث كتيرة جدا في العالم متجهة للفيرتشوال استوديو، إلا إن عندنا في الوطن العربي الأبحاث قليلة جدا جدا جدا، تكاد تكون يعني نادرة. فكان مهم إننا نبص على التكنولوجيا اللي بقت موجودة في حياتنا وفرضتها علينا كمان كورونا. بقينا محتاجين نتفرج على حاجة نتعلم بيها بشكل ممتع أكتر. يمكن ده ادانا فرصة لأننا نطور أكتر في البرامج التلفزيونية والقنوات على اليوتيوب. فأتمنى أن أنا أكون وصلت المعلومة بشكل بسيط جدا. والحقيقة أن في يعني أنا مهما اتكلمت عن الفيرتشوال استوديو فلسه في حاجات كتيرة جدا عايزة أقولها، لكن ما كنتش عايزة أتقل على حضراتكم وملتزمة بالوقت. فأنا بشكركم جدا، وما عنديش أي مانع أننا نكمل إن شاء الله مرة تانية، ما عنديش أي مشكلة. شكرا لحضراتكم جدا. شكرا لحضرتك جدا يا دكتور، وشكرا لكل الحضور الكرام. انا لغايه دلوقتي انا شفت ثلاثه بس هم اللي عملوا تقييم. يا ريت بعد اذن حضراتكم كل الحضور الكرام اللي موجودين معانا يعملوا تقييم، وان شاء الله نشوفكم في 2021 متفوقين جميعا يا رب، وكل نجاح والتوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.